يا صباح الخير والسعاده والجمال على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، واهلا بيكم وبدايه حلقه جديده، حلقه نهايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وان شاء الله حلقه النهارده تكون مليانه اخبار تهم كل حضراتكم. صباح الفل عليكم. صباح الفل عليك يا نهى. صباح الخير يا كريم. طبعا صباح الهنا والرزق على حضراتكم جميعا. وزي ما كريم بيقول نهايه الاسبوع، لكن اكيد معانا برده ملفات مهمه جدا، ومعانا طبعا برده كلام او عندنا فقره كامله هنتكلم فيها عن الماتشات المتبقيه، وكمان ايه الجديد في النادي الاهلي والكواليس كمان لحضراتكم تكونوا حريصين جدا على ان انتوا تعرفوها. وعايزه اقول برضو حاجه، احنا يمكن يوم عن يوم بنتكلم عن يعني انتصار جديد للنادي الاهلي وعن موسم قوي جدا للنادي الاهلي، لكن خليني اقول لحضراتكم برضو الواحد متفائل جدا، والتفاؤل اللي احنا عندنا ده يا كريم مش نابع من فكره ان انت واثق بس في الفريق بتاعك او بتحبه، لا، على ارض الواقع كده لما تيجي شويه تقرا عن اللي بيقدمه النادي الاهلي موسم عن موسم، حتى ولو كان في بعض الاخفاقات، وتقارن بانديه عالميه. كريم انا عملت يمكن ده امبارح تحديدا، قعدت اقرا شويه عن تاريخ الانديه المختلفه، ومش بس محليا، انا بتكلم عالميا. انا بكلم حضراتكم بجد، واللي مش مصدقني يعمل ده لو ما يعرفش. يعني تيجي تقرا يا كريم، لا تحس، لا في كواليس كتيره جدا ونوستالجيا. يمكن فكره النوستالجيا تحديدا كنا بنتعرف عليها عن كل القصص دي، بس لما تبقى انت اللي بتدور وبتشوف وبتقرا، لا اعتقد متعه تانية خالص. انا استمتعت امبارح فعلا فعلا وانا برجع للماضي وبسمع قصص وبشوف حاجات كانت حاصله ايام ماتشات كتيره جدا على اجيال مدار اجيال، من كابتن صالح سليم لحد اللحظه اللي احنا فيها كمان وقبل. فلا يعني حاجه جميله بصراحه. لازم تقري اللي انت قريتيه ده، يعني لازم لما تدوري تلاقي اللي انت لقيتيه، لان احنا في النهايه بنتكلم على كيان النادي الاهلي، كيان وتاريخ وقصه نجاح وقصه حب متبادله بين هذا الكيان المحترم وبين جماهيره المحترمه. لا ده حدوته كبيره جدا. بالزبط. لازم بالزبط. تقري الكلام ده. طبعا. طيب، على كل الاحوال النهارده في ساعتنا الثانيه هيكون عندنا كالعاده فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هيكون فيها ان شاء الله حديث مطول ومهم جدا عن رياضه التجديف في مصر، واللي هي كمان ابتدت في الفتره الاخيره تنتشر الى حد ما بالمقرب في فترات زمنيه سابقه. الفقره الثانيه هتكون فقره كرويه بحته مع الناقد الرياضي كريم فضل، ودي طبعا الفقره اللي كانت نواند بتحكي لكم عليها من شويه، اللي هنتكلم فيها وباستفاضه عن كل تفاصيل ملف كره القدم محليا وعالميا. تعالوا بقى نبتدي بنفسنا. النهارده ان شاء الله الساعه 9 مساء عندنا ماتش مهم جدا مع امبي في نصف نهائي كاس مصر في نسخه الموسم اللي فات. طبعا دي من البطولات اللي عايزين نحافظ على لقبها، لان احنا بالفعل ابطال اخر نسخه منها لما فزنا على بيراميدز لو تفتكروا حضراتكم بنتيجه 2-1، وكان ماتش قوي جدا. امبي الحقيقه يعني فريق تقيل وعنده سكواد محترم وتحت قياده مدرب محترم ومجتهد هو كابتن تامر مصطفى، وقدر ان هو يعني يفنش الموسم اللي فات من الدوري في المركز السادس من اجمالي 13 فوز و6 تعادلات و15 خساره. احنا بنتكلم على منافس قوي، واكيد مستر كولر استعد كويس جدا يعني لهذه المباراه من خلال محاضرات الفيديو اللي عقدها مع اللاعبين للوقوف على نقاط القوه والضعف لام بي الفريق المنافس. كمان الاهلي بيسعى للوصول للنهائي واقتناص اللقب للمره 39 في تاريخه، عشان كده ماتش النهارده كنا لسه بنقول عليه ماتش مهم جدا. صحيح، ماتش مهم ومسيره مش سهله، خلينا نقول، ومواجهه مهمه فعلا. وخليني افكر حضراتكم، خلينا نروح كده شويه لتاريخ مواجهات الفريقين تحديدا في كاس مصر. هما اتقابلوا 4 مرات، نجح النادي الاهلي في الفوز بثلاث مباريات مقابل انتصار واحد كان لام بي. برده ده ما يخليناش نتغر ابدا او نفكر بطريقه مختلفه، طبعا دي حاجه بديهيه عندنا. اما بقى خلينا نتكلم عن مواجهات الفريقين في الدوري والسوبر، فهي 41 مباراه نجح الاهلي فيها في الفوز ب 30 مباراه، وحقق المنافس الفوز في 4 مباريات، برده جاب كبير جدا، وتعادل الفريقين في 4 مباريات. التقى كمان الفريقين في بطوله كاس السوبر المصري، كان 3 مباريات تحديدا، والفوز كان من نصيب النادي الاهلي. يعني تقدر تقول يعني تفوق اكيد كبير جدا للفريق بتاعنا، ولكن زي ما احنا متعودين دايما نقول في الاهلي احترام المنافس، التعادل مع كل مباراه او التعامل مع كل مباراه بمعايير يعني تخليك تحقق الفوز، فباذن الله ده يحصل، وباذن الله برضو نشوف متعه كرويه. لان هرجع اقول تاني، انا من الناس اللي احب جدا لما افوز افوز بتنافس عالي، يعني انا ما يهمنيش الفوز لو كان، او طعم الفوز ما بيبقاش حلو لو كانت المنافسه سهله، لو كل المنافسين معايا في مستوى تاني تماما. هو ربما ده على ارض الواقع وبالارقام وبالورق
حاصل، لكن برضو لما اجي اشوف في يعني قوه وفي طموح عند المنافس ان هو عايز ينتصر عليا، مش بس ان هو يوصل لمستواي، انا بشوف ان دي حاجه محترمه جدا، وبشوف ان ده امر اصلا مفروض ان هو يسعدني كمان كجماهير النادي الاهلي. فانا متوقعه ان ماتش ام بي بالمناسبه رغم التفاوت في الارقام، لكن يا كريم هيبقى ماتش ممتع، لان انا بشوف ام بي فعلا من الانديه زي ما انت قلت اللي عندها طموح عالي جدا، ويمكن هي انهت موسم فعلا بشكل كويس، هم عايزين يبنوا عليه. فبالتوفيق، واهم حاجه اكيد ان احنا نستمتع بالماتش. اكيد فريق قوي ومحترم، وبيني وبينك برضو يا هواد يعني ايا كان المنافس هو مين، حتى لو مستواه متواضع، حتى لو جاب كبيره جدا بينه وبين النادي الاهلي، لكن كالعاده حضراتكم طبعا ده الكلام ده من قديم الازل، اي فريق بيلاعب النادي الاهلي بيجي في الماتش ده بصفه خاصه ويتوحش، حتى لو هو على مدار الدوري بالكامل او الكاس بالكامل يعني اداؤه العام بعافيه وحالته ما يعلم بها الا ربنا، لكن يجي عند النادي الاهلي كالعاده الكل بيتوحش وبيتغول. فكره ان انت متشافه من امه لا اله الا الله في ماتشك مع النادي الاهلي، ده في حد ذاته بيخلي اللعيبه فعلا يعني ياكلوا نجيله بالمعنى الحرفي للكلمه عشان يبرزوا ويستعرضوا مهاراتهم وامكانياتهم املا في اي حاجه ممكن تحصل لهم مستقبلا. تعالوا بقى نروح شويه لمنتخبنا، عشان احنا برضو عايزين نعرف ايه اخر الاخبار والمستجدات، اخر اخبار منتخبنا، فعايزين نعرفكم انه بيعقد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر مؤتمر صحفي هيحصل بكره ان شاء الله في مقر اتحاد الكره للحديث عن الاستعدادات الخاصه بمعسكر اكتوبر اللي هيكون في الفتره من 9 ل 17 واللي هيتخلله ماتشين وديين امام زامبيا والجزائر، هيكون الكلام ده يوم 12 ويوم 16 اكتوبر. الكلام ده كله بيحصل في اطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكمان نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 اللي هتقام في كوت ديفوار واللي هتنطلق فعالياتها يوم 13 يناير المقبل. المعسكر هيكون في دولة الإمارات، والبعثة هتسافر يوم 9 أكتوبر إن شاء الله. كمان استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام على توفير طائرة خاصة للمنتخب الأول يتوجه بها إن شاء الله إلى الإمارات الشقيقة. خلينا برضو نتكلم عن يعني التحديات، حددت تحديدا مواجهة ودية بين منتخب مصر مع الأردن، هيكون يوم 12 أكتوبر اللي جاي باستاد القاهرة، ده خلال طبعا المعسكر اللي هينطلق من الاثنين اللي جاي، وبعد كده هيسافر المنتخب عشان يخوض ودية تانية مع أوزبكستان في 16 أو من 16 يعني الشهر نفسه. وبعد كده ده طبعا ضمن زي ما احنا اتكلمنا استعدادات منتخب مصر للمشاركة بقى في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، واللي المصريين كلهم عندهم برضو يعني خلينا نقول هاي هوبس يا كريم، عندهم أمل كبير، عندهم برضو طموح إن أنا ليه لأ، طب ما أنا المنتخب الأولمبي عندي أو أي منتخب مصري بيحاول على قد ما يقدر إن هو يوفر كل الإمكانيات ويوفر كل السبل علشان أقدر إن أنا أحقق حاجة مختلفة يعني مع المنتخب. فأتكلم هنا تحديدا عن المنتخب الأولمبي، يمكن الناس ما كانش عندها ثقة في السنوات اللي فاتت، لكن أعتقد السنة دي في أمال كبيرة، في قصة برضو إن أنت معاك مدير فني إلى حد كبير برضو يعني فاهم بيعمل إيه كويس، أو الناس عندها ثقة فيه بنسبة كبيرة، ربما ده يترجم على الارض بنتائج مختلفه. انت كده لحد دلوقتي محقق اللي انت عايزه، حتى وان كان الاداء ليس الافضل بالنسبه لناس كتير شايفه ان الاداء ده مش المرضي جدا، لكن امبارح كنا بنتكلم مع الناقده الرياضيه منى عمر وسالناها، قالت لنا المهم في الماتشات اللي من النوع ده ان النتيجه تكون ايه، حتى وان كان المستوى الفني ليس الافضل، لكن اللي بعد كده بيفرق هو النتيجه في البطولات اللي بتبقى من هذا النوع. واحنا مالناش نفس نحضر الاثنين متجمعين، يبقى في اداء محترم ومرضي ومشرف يتماشى مع اسم ويعني البلد اللي احنا لابسين التيشيرت بتاعها، ايه المانع يعني ليه؟ طموح مشروع جدا، نتمنى ان احنا نوصل للمستوى ده، بس ده ما بيجيش مره واحده كريم، خلي بالك انت برضو ماشي بس عندك احنا بقالنا كتير بنتكلم هو يمكن من قبل ما نتولد كمان الملفين دول انت شخصيا بتتكلمي فيهم بقالك كام سنه، شوفي كده اخر ثلاث سنين اللي احنا فيهم في القناه عندنا صحيح. دايما وقبلنا ناس كتير اتكلمت في الملف ده. بص ما هو ده اللي انا بقوله، يعني انت كنت بعيد جدا اصلا عن فكره المشاركه والتمثيل الجيد، وبعد كده لما ابتدى ده يحصل على ارض الواقع ابتديت تبقى عندك امال اكبر او تعلى، انا عايز مش بس ان انا اشارك ويبقى عندي منتخب الى حد ما يعني على المستوى التنافسي مقبول، لا انا ابتديت عايز ابقى بكسب، عايز ابقى بوصل لرانكينجز معينه. فالطموح كل ما بتوصل لليفل بيبقى طموح الجماهير بتبقى اعلى، وده امر طبيعي. فاتمنى يكون في تطوير بشكل كبير جدا في الفترات اللي جايه، لان احنا اتكلمنا في ده الماتشات اللي فاتت غير الماتشات المتبقيه، الموضوع مختلف تماما، يعني زي ما بيتقال كده الجد لسه هيجي. فخلينا نقول بقى ونرجع تاني، المنتخب الاولمبي زي ما حضراتكم عارفين كان بدا برنامج اعداده للاولمبياد باداء معسكر كان بالعين السخنه، بعد كده تخلل وقتها مباراتين واتكلمنا عنهم الدقيقتين
مباراتين، تعادل في الاولى 1-1 مع منتخب روسيا كان للمحليين، وبعد كده فاز في المباراه الثانيه على منتخب روسيا الاولمبي كان 2-1. فبرضه ده مؤشر مش وحش ابدا. يعني انت بتتكلم كده في مجمل الوديات، انت عندك وديات قويه جدا مهمه جدا، وده بقى باذن الله هيساعدنا ان احنا نقدم مباريات قويه او يترجم في المباريات بقى الاساسيه اداء يكون جيد ونتيجه في اولمبياد باريس باذن الله. يا رب ان شاء الله هكذا نتمنى. كمان من الاخبار الحلوه اللي عايزين نعرفها لحضراتكم ولو تركزوا كده معانا، انا شخصيا ما تهيأليش ان في برنامج اتكلم قدنا في 10 الصبح في الاهلي عن ملف ذوي القدرات الخاصه وابطالنا البارالمبيين. كلام واخر المستجدات دايما بنعرفها لكل حضراتكم اول باول. احنا تقريبا في كل حلقه لازم يكون لنا ملف ما يتعلق بيهم او استضافه ما لمجموعه من ابطالنا البارالمبيين. من الاخبار الحلوه بقى انه اخيرا يا حضرات اصبح هناك اتحاد لرياضات الاقزام اللي هم قصار القامه برئاسه الاستاذ علي شعبان، اللي هيعقد اول اجتماعاته بكره ان شاء الله، واللي هيتناقش من خلاله مع الحاضرين في عدد من الملفات المهمه جدا، وكمان اعتماد خطه الانشطه الرياضيه للفتره المقبله. التأسيس جه بعد إجراء اللجنة البارالمبية انتخابات شارك فيها 13 نادي ليسفر التصويت عن انتخاب الأستاذ علي شعبان رئيسا. وطبعا هو يعني بالفعل شغال بقى طول الأيام اللي فاتت على سياسة الارتقاء برياضات الأقزام وتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمنافسات على المستوى القاري والعالمي. ده الخبر بشكل عام. لمزيد بقى من التفاصيل احنا معانا على التليفون الاستاذ علي شعبان رئيس اتحاد رياضات الاقزام، اللي هنتعرف منه بقى على رؤيته للفتره المقبله ان شاء الله. استاذ علي صباح الخير على حضرتك ومليون مبروك الانتخاب. صباح السعاده على حبيبي وصانع السعاده. يعني مش عايز اقول لك حضرتك استاذنا هوان من الناس اللي دعمه زي ما حضرتك قلت، انا شرف ليا ان انا موجود النهارده، كنت اتمنى ان ابقى موجود معاكم، بس الحمد لله ده شرف ليا ان انا موجود معاكم. ان شاء الله تنورنا قريب باذن الله. شرف ليا يا حبيبي، شرف ان شاء الله. مبروك مبروك، الف مبروك انتخاب حضرتك. وعايزين في البدايه كده نتعرف على يعني تحت مظله هذا الاتحاد هيكون في كام لعبه مختلفه. اولا هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو الفضل ربنا عز وجل في الاول وفي الاخر. الحمد لله حضرتك طبعا زي ما قلت ان انت معاشر مسيره نجوم مصر من قصار القامه. احنا زي ما انت عارف ان احنا بدانا منتخب والحمد لله عملنا اول دوري مصري السنه اللي فاتت، كان برعايه وتبني اللجنه البارالمبيه المصريه وبرعايه الاب الروحي او وزير السعاده معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي اللي دعمنا من 2018 حتى تاريخه. الحمد لله توالت النجاحات بعد انطلاقه الدوري 11 فريق كان في شهر مارس. الحمد لله احنا كمنتخب بدانا الاول، يمكن لما الشباب كانوا معاك وليد والحضري قلت لهم انتوا بداتوا منتخب وبعدين بقيتوا انديه. احنا المنتخب الحمد لله اللي حاصل على اول بطوله كاس عرب لقصار القامه كان 2022، كان بحضور 8 دول ومنتخب اسبانيا، وبفضل الله برعايه الدوله ممثله في فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا بنقدم له الشكر طبعا على دعمه لذوي الهمم وتبني ولاده. وحضرتك شفت في حكايه وطن هو تبنى اكتر وراعى اكتر، ده كان دافع لينا ودافع لوزاره الشباب واللجنه البارالمبيه ان يكون في الاول لجنه رياضات الاقزام برئاستي ومعايا مجموعه من الشباب. الحمد لله بدانا نشاطنا كويس لغايه ان اللجنه البارالمبيه المصريه برئاسه الدكتور حسام الدين مصطفى ومجلس ادارتها خدوا قرار باستراتيجيه جديده ان هم يفصلوا الالعاب اتحادات خاصه، وكان من ضمن الاتحادات المشار اليها هو الاتحاد المصري لرياضات الاقزام اللي بفضل الله اتعملت الجمعيه التاسيسيه زي ما حضرتك قلت، هم كانوا 20 نادي وفي اخر اليوم وصلنا ل 13 نادي بفضل الله. خدنا العلامه الكامله ان قائمه صناع السعاده خدت 13 صوت من 13 صوت بفضل الله عز وجل، ودي كانت اول جمعيه تاسيسيه لاتحاد رياضي لقصار القامه او الاقزام مصري عربي افريقي وربما دولي بعد الاتحاد الانجليزي. هو في اتحاد انجليزي لرياضات الاقزام والرياضه دايما مصريه بفضل الله عز وجل، ان ده هيعتبر اول اتحاد عربي افريقي الاتحاد المصري لرياضات الاقزام. يعني هنقول عمل دولي بصناعه مصريه بفضل الله عز وجل. ده كلام محترم جدا استاذ علي. يعني اولا بصبح على حضرتك طبعا، وزي ما كريم قال احنا من يمكن من الاعلاميين اللي يعني خليني اقولها صراحه مهتمين جدا جدا بهذا الملف، ولكم مننا كل الدعم حقيقي بشكل كامل، وفرحانين بيكم جدا، حالنا حال كل المصريين بصراحه. والخبر ده اسعدني كمان انا وكريم شخصيا لما كنا بنحضر الحلقه بنتكلم يعني فئه من المجتمع
قابلناهم وعرفناهم وتكلمنا معاهم وسمعناهم، فئة كان عندها أمل وعندها طموح وعندها خطة مستقبلية وعايزين يعملوا كتير، وأبطال بمعنى الكلمة. فده أبسط شيء ممكن أن هو يقدم. وكمان أنا يمكن شفت القائمة، يعني حضرتك عامل ميكس ما بين الفئات المختلفة، يعني شفت برضو الأستاذة نهال عنبر معاكم في المجلس، يعني أنا أعتقد يعني حضرتك كنت حريص أن أنت تجيب كل الفئات المجتمعية كمان. هو بصي، هو الحمد لله احنا زي ما بيقولوا كده احنا عملنا اتحاد ائتلافي بالمحافظات. احنا فرق الدوري من 18 محافظه، فكان اصراري ان انا اهم شيء ان انا ادخل نجوم مصر من قصر القمه. انا كنت اتمنى ان يبقى رئيس الاتحاد منهم، لان دي مشروعهم وده حلمهم. لكن هم طبعا ان انا من 2017 زي ما بيقولوا كده الاب الروحي وشرف ليا، ان هم قال لك لا، ان علي شعبان يبقى هو الاب الروحي على راس منظومه كاول اتحاد. كان اختيار ربنا لينا كمجموعه صناعه السعاده او قائمه صناعه السعاده، انا ما اخترتش حد، هو ربنا اللي اختار. كان ترشيح الاستاذه نهال عنبر لان هي فنانه قديره اعلاميه، والاهم من كل ده ان هي صاحبه رساله انسانيه في المجتمع، وهي ليها عمل مشاركه مجتمعيه. جه اصريت ان يكون امين الصندوق من قصر القامه اللي هو الاستاذ علاء، ده شاب ماجستير رياده اعمال اخصائي بصريات، شاب مميز جدا. عندنا عبد الرحمن بركات من قصر القمع عضو مجلس اداره، ده موظف مصرفي في البنك الاهلي ومميز ولاعب منتخب مصر. صفاء دي لاعبه رفع اثقال وبطله مصريه. فاحنا اخترنا النهارده الاستاذ عبير نصار، هي استشاري رياده اعمال كويس. كابتن محمد ابو طالب، فكانت قايمه ربنا عز وجل هو اللي اختار. رائع جدا. عندي بقى سؤال برضو، كل اتحاد لما بيبقى يعني مثلا بيبقى في حوار صحفي او اعلامي بيتكلم عن بعض المشاكل وبعض الايجابيات. من المشاكل الكومن جدا او الدارجه ما بين الاتحادات المختلفه هو الدعم او التخصيص المادي. خليني اعرف من حضرتك واطمنا، كاتحاد بيؤسس جديد او بشكل جديد او حديث، خلينا نعرف هل في مخصص كافي من وزاره الشباب والرياضه وتحديدا دكتور اشرف صبحي زي ما حضرتك ذكرت هو داعم بشكل كبير، فهل في تخصيص كان كافي حتى هذه اللحظه ولا لسه الامور لم يعني تتضح بشكل كبير؟ هقول لحضرتك حاجه بعيدا عن التملق والنفاق والرياء، يمكن هقول لحضرتك حاجه، علي شعبان من النماذج المصريه، شاب ابن مصر، الدوله دعمته بدون وساطه بشغلي. يمكن لما جم كان اختيار ان علي شعبان يبقى رئيس لجنه زيادات الاحزاب في اللجنه البرلمانيه المصريه، ده كان اختيار ما بين اللجنه وما بين الوزاره، مش عشان علي شعبان جايب حد للدكتور اشرف، لا. انا اهم شيء حاليا اللي انا بقوله بعيدا عن اي حاجه، ان الدوله مهما انا اشتغلت او حتى اشتغلتي مش هتنجحي الا بدعم الدوله. انا الدوله دعماني بفضل الله على مدار 5 سنين. النهارده الاتحاد ان شاء الله هيبقى، اتمنى انه يشهر في اقرب وقته بفضل الله عز وجل، ثم موافق الدكتور اشرف واللجنه البرلمانيه واللجنه الاولمبيه. الناس دلوقتي بتقول لك احنا داعمين لفئه قصر القمه عشان انت عملت حاجه، انت غيرت نظره المجتمع نحو شريحه تستاهل، صناع السعاده من قصر القمه يستاهلوا. فالنهارده الدعم اللي جاي من الدوله، لا انا من يوم ما اشتغلت في عالم قصر القمه انا عملت 4 مهرجانات في شرم الشيخ برعايه وزاره الشباب والرياضه، محافظ جنوب سيناء اللي هو خالد فوده، الدعم كله دعم دوله. ايوه، يعني انا بسال حضرتك الدعم اللي هو المادي ليس المعنوي كافي؟ يعني المخصصات للاتحاد ده كافي؟ الدوري اللي حصل من شهر 3 حتى تاريخه، اللجنه البرلمانيه المصريه هي اللي تكفلت بيه. اوكي. حاليا ان شاء الله في خطه نشاط لينا، سواء نشاط رياضي محلي ودولي، وفي خطه ان احنا طبعا لما الاتحاد شهر ما ينفعش دلوقتي نعلن ان احنا محتاجين سبونسر او محتاج دعم، الدوله طبعا بتدعمنا، ما هي دي. لكن ان شاء الله بعد الاشهار، لا هو في مجموعه من الشركات، في بنوك محترمه قال لك احنا داعمين الهمم، هاتوا الاشهار وانتم ولاد مصر، واحنا دايما داعمين واقفين ورا ولاد مصر. والاهم حاجه زي ما قلت لحضرتك ان فخامه الرئيس فتحي السيسي في القائمه على وزير حكايه وطن قال له يا دكتور اشرف انت محتاج دعم؟ قال له انا محتاج دعم. قال له وانا موافق. ويمكن في تصريح على وزاره الرياضه صحيح ان في دعم للابطال الاسوياء وذوي الهمم ورفع المكافئات للابطال الدوليين عشان كده لازم نقول ان من حسن الحظ الحقيقه ان الاتحاد ده تم تاسيسه في الوقت ده بالتحديد، في ظل يعني وجود قياده سياسيه مهتمه جدا بالمواطن المصري بشكل عام، ولا سيما ذوي القدرات الخاصه سواء كانوا رياضيين او حتى غير رياضيين. نهاوند كانت بتتكلم مع حضرتك من شويه بتقول لك ان احنا قبل كده اتكلمنا كتير واستضفنا كتير يعني هذه الفئه من ابطالنا المصريين،
وكلامها مظبوط مليون في المية. عندهم أحلام وعندهم طموحات وعندهم شغف وكمان عندهم احتياجات بطبيعة الحال. فمن هنا كان السؤال المتعلق بالمخصصات المالية، هل هي تتماشى مع حجم المطلوب ولا لا؟ فنتمنى إن شاء الله أنت الفترة الجاية ما يبقاش عندكم أي نواقص وتشتغلوا كده إن شاء الله في يعني إن شاء الله في ظل ميزانية متوازنة ومنطقية بإذن الله. بتمنى من ربنا عز وجل زي ما حضرتك قلت إن إحنا هيبقى شرف لينا إن إشهار أول اتحاد مصري عربي في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور أشرف صبحي، المهندس هشام حطب، اللجنة البرلمانية. ده هيدينا دافع أقوى إن إحنا إن شاء الله نشتغل أكتر. وأكيد حضرتك الدعم اللي بيجي من حضرتك أستاذ نعواند أو من قناة الأهلي عموما أو الإعلام اللي مهتم بينا، وأنا بشكركم جدا زي ما حضرتك قلت إن في إحنا ما فيش إعلام علينا للأسف. حضرتك مهتم في ميديا تانية مهتمة، إنما الإعلام ممكن يهتم بحاجة تانية، لكن دول أبطال. فدي يعني أنا بتمنى من خلال شاشة حضرتك إن يبقى في تسليط الضوء على نجوم مصر وكسر القومة. وان شاء الله في نشاط رياضي، الدوري هيبدا ان شاء الله في شهر 12 باذن الله. عندنا بطوله دوليه خدنا مصر في اللجنه البارالمبيه ان شاء الله، هتبقى اقوى بطوله دوليه موجوده في مصر. 20 دوله البطوله الافرو اسيويه باذن الله، او هنقول كاس القارات، دي هتبقى في شرم الشيخ باذن الله تعالى. دي يعني ودي هنهديها بقى للشعب المصري ونهديها في قناه الرئيس لكل اللي كانوا ده والدكتور اشرف واللجنه كل حد وليكم اي حد دعمنا البطولة دي إن شاء الله. زي ما احنا خدنا كأس العرب وكنا أبطال كأس العرب، هنهدي لكم البطولة دي إن شاء الله بإذن الله تعالى. موفقين إن شاء الله، موفقين ونتمنى لكم كل النجاح بإذن الله. قال لك هم ليهم أمنية، طبعا أنا بقدم الشكر للنادي الأهلي وللقدوة اللي ليا أنا شخصيا هو الكابتن بيبو محمود الخطيب. بقول له لحضرتك النهارده بتتعامل بشغل مؤسسي محترم وأنت قدوة لينا في الإدارة، بس أنا بتمنى إن أولادك نجوم مصر يزوروا الصرح الكبير النادي الأهلي، ودي أمنيتهم ليكم. يمكن وليد قال لك إن هم نفسهم يتقدم لهم دعوة من النادي الأهلي ويقعدوا مع كابتن الخطيب ويكونوا في الصرح الكبير. يحصل ان شاء الله وعن قريب. بنتمنى لكم كل النجاح والتوفيق باذن الله، وربنا يعني يسدد خطاك انت شخصيا. شكرا جزيلا لوجودك معانا. كنت انت مره رحتي عملتي تقرير، انا فاكره صورتي معاهم، كان تمرين ولا كان ماتش ولا كان تمرينات كلها. أيوة. وصورنا مع كمان الساق الواحده، وصورنا مع يعني فئات عديده، لان احنا زي ما كنا بنتكلم احنا مهتمين جدا وملمين جدا بهذا الملف، ولهم مننا كل الدعم حقيقي. ومش بس ده دورنا هنا في قناه النادي الاهلي، اعتقد ده دور الاعلام كله. وهاخد من كلام استاذ علي برده وهقول يا ريت فعلا الشركات الوطنيه، انا هنا بخاطبهم، يهتموا بالفئات اللي احنا بنتكلم عنها دي، والرياضيين في العموم بتوعنا. يعني الاعلانات اللي هي بتقام، حتى ولو استغلوا الابطال دول يا كريم، والابطال دول مش معروفين، ممكن في الاعلان يحطوا الاسم ده بطل مصر في كذا، بطله مصر في كذا، مره في مره الناس هتحفظهم، لان هي دي النماذج القدوه اللي احنا نحب الاجيال الجديده كمان تبقى عارفاها وتحتذي بيها. انت لما طبعا محترمنا للفن وكل حاجه، وكل دي يعني قوه ناعمه محترمه جدا ومهمه، بس بجانب القوه الناعمه دي في قوه اخرى. فقصه ان احنا من كتر دعمنا للفن وللممثلين حتى للاعلام الفترات السنوات اللي فاتت، دلوقتي تلاقي كل الاجيال انا عايز اطلع ممثله، عايز اطلع ممثل، عايز اطلع اعلامي او اعلاميه، دايما دي الكلمه. كتر دعمنا والتسليط الضوء على الفئه دي او الفئتين دول، لو احنا غيرنا شويه من ثقافه المجتمع يا كريم اللي انت تتفق معايا، وابتدينا نحط كمان ان ابطال الرياضه دول حاجه برضو حلم كبير لكل الناس ان هم يتمنوا يوصلوا له، وزي ما بتقال كده بروزنا الناس دي، صدقني هيبقى الفكر مختلف. مش هتلاقي كل الناس عايزين يطلعوا اعلامي واعلاميه وممثل وممثله، بيقول لك انا نفسي ابقى بطل رياضي، نفسي بطل رياضيه، نفسي ارفع اسم مصر في محافل دوليه. كل ده احنا عايزينه، مش فئات بس بعينها هي اللي تاخد الاهتمام، كل الفئات دي مهمه. فاتمنى ده كمان في الدراما في السينما اللي هي برضو قوه ناعمه، ان يكون في تسليط ضوء على كده. انت خلي بالك انت من وقت النمر الاسود ما عندكش حاجه قويه قوي تقدر تقدمها، وشوف وقتها النمر الاسود طبعا الله يرحمه احمد زكي قد ايه اثر الفيلم ده في اجيال كتيره وقتها، لحد دلوقتي اعتقد الناس بتتفرج عليه او الاجيال الجديده بتتفرج عليه، ما فيش حاجه كانت بالقوه بتاعته انتجت. فأتمنى يكون في ده كتير في الفترة اللي جاية، هيفرق. الأحلام اللي عند الشباب الصغيرين دلوقتي أو حتى عند أهالي الشباب الصغيرين كان لغاية وقت معين، اللي عايز يطلع مثلا إعلامي، اللي عايز يطلع ممثل، لغاية لما محمد صلاح ظهر في الصورة شوية ممكن يكون الدنيا خدت بقى بعد تاني، وبقى كل الناس نفسها إن ابنها يطلع مش لعيب كورة، يطلع محمد صلاح تحديدا. أنت فاهمة إزاي؟ لكن طبعا لازم في بصوا يعني كل من هو موهوب أيا كان تخصصه أيا كان مجاله من حقه ان الدوله تدعمه طبعا، وما بال بقى حضراتكم لما يكون بنتكلم على ابطال، وابطال استثنائيين يعني متحملين من المصاعب وضربات القدر
اللي احنا شخصيا كاسوياء صعب جدا نتحمل ثمنه، مش هقول لكم حتى ربعه، فالناس دي اولى بالرعايه، الناس دي اهم ناس لازم كلنا ناخد بالنا منهم، وكدوله لازم يبقى لهم يعني مش عارف اقولها ازاي، بس يعني لازم يبقى للدوله عين لوحدها على الفئه دي من الناس، تشوف طلباتهم ايه، تشوف احتياجاتهم ايه، وطلباتهم دي تلبى، لان الناس دي من غير دعم ومن غير حاجه بسم الله ما شاء الله مولعين الدنيا نجاحات وانتصارات. امال لو دعمناهم هيحصل ايه؟ كلامك مظبوط جدا، وهنتابع اكيد هذا الملف مع حضراتكم. ننتقل بقى لانطلاق منافسات البطوله الافريقيه ال 16، انا بتكلم تحديدا عن الرمايه بالمسدس والبندقيه، ودي مفروض هتكون بطوله كبيره جدا هتقام بمدينه مصر الدوليه للالعاب الاولمبيه بالعاصمه الاداريه الجديده حتى 10 اكتوبر طبعا هذا الشهر الجاري. مشاركه هنا وده الجميل اكثر من 250 رامي ورامية من 15 دوله افريقيه، واللي طبعا مؤهله لاولمبياد باريس 2024. خلينا نروح نتابع. طبعا انا برحب بالزميل معالي وزير الشباب والرياضه بدوله الصومال الشقيقه وحرصه ودعوته على ان هو يجي ويزور مصر، ودي الزياره الاولى ليه. الحقيقه اكيد يعني زيارته جت مصاحبه لوجود استضافه مصر لهذه الدوره البطوله الافريقيه للرمايه المؤهله للاولمبياد برعايه فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدينه الاولمبيه. الحقيقه هو بيعبر عن يعني المدينه الاولمبيه والقريه الاولمبيه وبوصفه يعني وحجمها الكبير ويعني اندهاشه لهذا الحجم وهذا المنشا بهذا الشكل. يعني المسابقات فعلا خلصنا يعني جزء التدريب اللي هو من غير بكره يبتدي ان شاء الله المسابقات والنهائيات. فعندنا بكره 4 مسابقات، 2 مسدس و2 بندقيه و4 نهائيات برضو، لان عندنا مسدس رجال مسدس سيدات بندقيه رجال بندقيه سيدات. فعندنا المفروض بكره نصيب 2 كوتا مسدس و2 كوتا بندقيه، فربنا يسهل. احنا طبعا البطوله دي الرقم 16 تنظم للقاره الافريقيه، مصر تستضيف هذه البطوله. يمكن احنا استضفنا كمصر حوالي 11 بطوله، وده بيدل ان مصر لها قياده في القاره السمراء. احنا لينا رسالة موجهة ورسالة واضحة لقارة افريقيا ان مصر هي المكان والحضن والاب الكبير لقارة افريقيا، تستطيع استضافة جميع الوفود وتستطيع ايضا تنظيم الاحداث العالمية. احنا مدينة مصر العاب الاولمبية نظمنا فيها 11 بطولة عالمية بين بطولة عالم وكاس عالم للاتحاد الدولي للرماية. النهاردة ما بننظم البطولة الافريقية هي عبارة عن اظهار لما تم الوصول إليه منتهيا بالبطولات العالم الأخيرة. فده احنا بنقول إن مصر دولة جميلة، مصر تستطيع الاستضافة. احنا عاملين معسكرات للفريق القومي، المعسكرات ديت المفروض إن شاء الله توفقهم في الحصول على المقاعد في هذه المنافسات. المنافسات ما هياش بسيطة وسهلة، لا بالعكس دي صعبة، لأنه الدول الأفريقية بالكامل تتنافس على 16 مقعد، و16 مقعد ده كل دولة من الدول اللي موجودة حاليا بتحاول الحصول على أكبر عدد من المقاعد. إن شاء الله ربنا يوفقنا ووفق باقي الدول برضو في التنافس الشريف في هذه البطولة. معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الفل على حضرتك وأهلا بيكي معنا في 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذ نهواند وكل السادة المشاهدين. صباح الفل يا فندم. يا ترى خير إن شاء الله الفترة اللي جاية، إيه الوضع؟ لا الحمد لله خير باذن الله. احنا عندنا يمكن بدانا من بدايه هذا الاسبوع نشوف انخفاض طفيف في قيم درجات الحراره او رجعت لي المعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. وجود السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم بتحجب جزء من اشعه الشمس، فبتساعد ان احنا نحس اكتر بانخفاض درجات الحراره والاجواء الخريفيه، وده اللي متوقع معانا اليوم وعلى مدار الايام المقبله ان شاء الله. يمكن حتى مطلع الاسبوع القادم هيكون عندنا اجواء خريفيه مائله للحراره على القاهرة الكبرى والوجه البحري وأيضا بعض المناطق من شمال الصعيد، أجواء معتدلة تماما على السواحل الشمالية المحافظات المطلة على البحر. يعني ما فيش المرتفع الجوي اللي كان مولع فينا الأربع شهور اللي فاتوا، خلاص الفترة اللي جاية إن شاء الله. احنا بيأثر علينا منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هو اللي عامل على وجود لو منخفض لا لو منخفض طالما منخفض فاحنا تمام. اتفضلي يا فندم. لا المنخفض الجوي ده هو اللي بيخلي فيه سحب منخفضه متوسطه اللي بتحجب جزء من اشعه الشمس، فهي اللي بتساعد ان احنا نحس ان درجات حراره منخفضه. كمان مصادر الكتل معظمها قادمه من جنوب اوروبا معتدله في درجات حرارتها، فبالتالي فترات النهار اجواءها خريفيه، فترات الليل كمان وخاصه في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر هنحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره.
صغرى فتره الليل ما بين 23 24 درجه مئويه، اجواء لطيفه تماما فتره الليل في معظم محافظات الجمهوريه. الامطار اللي موجوده معانا يمكن الموجوده معانا اليوم وخلال الايام المقبله ان شاء الله غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه، هتختلف شدتها من محافظه لمحافظه. يعني احنا متوقع اليوم وغدا امطار خفيفه الى متوسطه على المناطق المطله على البحر المتوسط من الجهه الغربيه، يعني مطروح، العلمين، الاسكندريه. بتمتد الامطار خفيفه للمناطق الداخليه، يعني امطار خفيفه على الوجه البحري، بعض المناطق من القاهره الكبرى، مدن القناه، سواحلنا الشماليه الشرقيه، شمال الصعيد. مجمل الامطار كلها مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه. كمان الشبوره المائيه معانا فتره الصباح الباكر، ساعات الليل المتاخر بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن ايضا هي مش هتاثر على حركه المرور بشكل كبير، مش هتكون كثيفه زي الاسبوع اللي فات، شبوره مائيه خفيفه. نشاط الرياح اللي موجود معانا خلال فترات المساء وساعات الليل هيخلينا نحس بمزيج من الاعتدال واللطف في درجات الحراره فترات الليل وساعات المساء، فالحمد لله الاحوال الجويه مستقره تماما، مفيش اي ارتفاعات ملحوظه في قيم درجات الحراره او تقلبات جويه ممكن نقلق. كويس جدا، بس عايز اسال حضرتك يعني برضو على نقطه، احنا كنا بنشوف درجات الحراره دلوقتي وامبارح تحديدا احنا بنشوف مناطق زي مثلا الوادي الجديد، اسوان، حاجات زي كده، محافظات من هذا النوع 39 لسه بنتكلم في درجه الحراره، ده مرتفع بشكل كبير جدا. يعني هل المعدلات اللي احنا بنشهدها دلوقتي دي معدلات طبيعيه في السنوات السابقه، ولا في ارتفاع ملحوظ نتيجه طبعا الملف الابرز وهو التغيرات المناخيه؟ خلينا نعرف من حضرتك. لو احنا بنتكلم على السنين الخمس عشر سنين اللي فاتوا دي تعتبر المعدلات الطبيعيه، يعني احنا لو بنتكلم على محافظات الصعيد تحديدا الاقصر اسوان، المعدل الطبيعي في الوقت ده ما بين 38 39 40 درجه مئويه بالكثير، احيانا طبعا بتبقى اعلى من المعدلات واحيانا بتكون اقل من المعدل، لكن ده يعتبر المعدل الطبيعي لانها هي بتتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه القادمه من صحراء شبه الجزيره العربيه مباشره، فبالتالي بيبقى فيها ارتفاع في درجات الحراره عن المناطق الشماليه، ودي تعتبر درجات حراره بالنسبه لسكان الصعيد معتدله بشكل كبير عن الايام الماضيه، لان احنا كنا بنسجل درجات حراره ممكن في الاسبوع الماضي وصلت ل 45 درجه مئويه، ف 39 بالنسبه لهم ده المعدل الطبيعي اللي هم معتادين عليه، خاصه كمان ان في الوقت ده بيبقى فيه سحب كثيره بتحمي جزء من اشعه الشمس، فما بتخليهمش يحسوا بالشكل الكبير بقيم درجات الحراره. نسب الرطوبه كمان في المناطق الصعيد بتبقى منخفضه عن المناطق الشماليه، فاحساسهم بقيم درجات الحراره بقى مختلف تماما عن المناطق الساحليه. أو يعني المناطق دي نقدر نقول دكتور منار لسه ما شاهدتش فصل الخريف، لان ده مش فصل خريف، لسه الناس دي نقدر نقول هي في فصل الصيف، ده وفقا لدرجات الحراره. يعني هي وفقا لدرجات الحراره ده المعدل في فصل الخريف او في بدايه فصل الخريف، طبعا كل ما تقدمنا اكثر لفصل الخريف وصلنا في شهر 10 اكثر او 11 درجات الحراره هتقل عن ال 39. والله زمان واحنا صغيرين يعني فصل الخريف كان مختلف تماما، 39 دي كنا بنشهدها ممكن في عز الصيف يعني في شهر 8، لكن حتى ما كناش بنوصل له. احنا بنتكلم دلوقتي فصل الخريف بقى المعدل الطبيعي 39 في بعض المحافظات، فطبعا ده يعني لو كان دلوقتي طبيعي لما كانش معدل طبيعي من سنوات سابقه زي حضرتك بتقول. احنا حاجه يعني 10 سنين الماضيين لو احنا بصينا على قيم درجات الحراره في شهر 9 نهايات 9 او في شهر 10 هنلاقي ان درجات الحراره دي اللي بدانا نسجلها، يمكن قبل كده في السنوات اللي قبل كده يمكن ممكن بنقول من 20 او 30 سنه بالفعل كان قيم درجات الحراره اقل من القيم اللي احنا بنقولها خلال يعني الايام دي. طبعا التغيرات المناخيه ما فيش كلام، بتاثر في كل دول العالم وبتاثر عندنا، بس احنا دايما بنقول نقطه ان تاثير التغيرات المناخيه بيختلف على كل منطقه طبقا للموقع الجغرافي والجغرافيا في البلد والمناخ اللي موجود في البلد. احنا ممكن تاثر علينا بارتفاعات طفيفه في الحراره، ممكن تاثر علينا بامطار اعلى من المعدل، ده متوقع خلال الخريف ده، ان احنا خلال هذا الخريف تكون كميات الامطار في حالات عدم الاستقرار اعلى من المعدل الطبيعي اللي احنا متعودين عليه دايما في فصل الخريف. ده فعل التغيرات المناخيه. تمام. هو بالمناسبه دكتوره منار، طبعا قبل ما نختم مع حضرتك مكالمتنا دي، على ذكر التغيرات المناخيه، خلاص ده امر واقع وملموس ودول كثيره بتدفع ثمنه غالي واسقط في يدنا وملهاش حل الحكايه، ولا عفوا ولا ممكن يتم تدارك هذا الامر؟ يعني مساله ان درجه حراره الارض ذات نفسها ارتفعت مش عارف درجتين ثلاثه ولا ايه نتيجه تغير المناخ، النوع ده من الامور هل ده قابل للاصلاح في حال استجابه الدول الصناعيه لعدم فيما يتعلق بعدم استخدام الوقود الاحفوري والحاجات اللي كانت بتتقال الفتره اللي فاتت، ولا الموضوع ده خلاص منتهي وملوش حل وممكن يبقى في طريقه للتفاقم كمان؟
لا هو لو قابل للاصلاح بس هيبقى على سنوات مئات او الاف السنين، مش هيكون في غضون سنه او اثنين او ثلاثه. يعني لو قللت انبعاثاتي مش في سنه وفي اثنين ثلاثه التغيرات المناخيه او ارتفاع درجات الحراره ده هينتهي، لا هيبقى على زي ما حصل طبعا هيبدا يختفي في مئات السنين. فالمفروض ان هو بقى امر واقع ان بقى عندنا خلاص، يعني احنا لو بنتكلم عن 100 او 200 سنه اللي جايه احنا امر واقع خلاص عندنا تغيرات مناخيه، عندنا مناخ وانماط مناخيه غير معتاده مش متعودين عليها. فده بقى الامر الواقع عشان يبدا يتغير تدريجيا، نبدا نقلل الانبعاثات. عشان كده بقى في نبره عالميه يعني بتقول ما معناه ان احنا نتكيف مع اللي حاصل وخلاص. هي دي اهم نقطه اصلا في ملف التغيرات المناخيه، ان احنا لازم نتكيف مع التغيرات المناخيه، ولازم كمان نبدا نشوف يعني الحلول هتبقى حلول زي ما احنا قلنا هتبقى بعيده قوي، يعني عشان نحل ويحصل اصلاح او يحصل تغير في درجات الحراره تبدا تنخفض. احنا دلوقتي بيتكلموا في ان احنا نوقف الاحترار، يعني نقف عند الدرجه ونص، ما نزيدش عن الدرجه ونص. بس في ظل اللي بيحصل في كل دول العالم احنا واخدين ترند ان احنا نطلع عن الدرجه ونص. احنا السنه دي في شهر 7 وارتفاع درجات الحراره بتاع متوسط درجه الحراره على درجتين، فبدل درجه ونص بقى درجتين. فاحنا بنوصل لدرجات الحراره المرتفعه بشكل سريع جدا، مش بنقل، احنا بنوصل بشكل سريع. ربنا يسهل الحال. بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا لحضرتك الدكتوره منار غانم. نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. بدأنا الحلقة النهاردة واتكلمنا أنا وكريم عن النوستالجيا شوية، وقد إيه الواحد بيبقى مستمتع لما بيقرأ عن تاريخ حاجة هو بيحبها، سواء طبعا يعني نادي رياضي أو شخصية مثلا معينة. بتبقى ممتعة أنك تعرف كمان كواليس يمكن محدش قالها لك قبل كده أو أنت معاصرتش الوقت بتاعها يا كريم. فكان في ناس مطالبة أن احنا نرجع تاني فقرة النوستالجيا، وأعتقد أن هي الفقرة فعلا المحببة لينا كمان احنا شخصيا. ابعتوا لنا طب ممكن على الصفحة إيه بالظبط اللي أنتوا عايزيننا نرجع فيه، أو بطولة معينة، فترة معينة، بطل معين عندنا، يعني رمز معين. خلينا نعرف منكم برضو ايه اللي انتوا حابين ان احنا نعمل فقرة عنه في الايام والاسابيع اللي جاية، نوستالجيا تحديدا. على كل حال خلينا نتابع دلوقتي زي ما احنا متعودين اخبار النادي الاهلي وفرقنا المختلفة. هنروح لهنا ابو القاسم من مقر النادي الاهلي بالجزيرة. هنا بونجور، صباح الهنا عليكي، سامعينك، تفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. خلونا في البداية نبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة طبعا يوم مباراة، الأهلي هيكون عنده طبعا مباراته في نصف نهائي بطولة كاس مصر أمام فريق إمبي. وزي ما انتوا قلتوا تم تغيير موعد المباراة عشان تكون الساعة 9 مساء على استاد القاهرة. يعني طبعا الفريق كان اختتم استعداداته أمس لمباراة النهاردة كالعادة بقى مستر مارسيل كولر، اجتمع باللاعبين قبل الفريق والحقيقة يعني قعد معاهم محاضرة فنية باستخدام الفيديو عشان بقى يناقشوا كل الأمور المتعلقة بمباراة النهاردة. وبعد كده خاض الفريق بعد بعض التدريبات الخططية على ملعب المباراة، وبعد كده دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لمباراة النهاردة. كمان بقى على هامش مباراة اليوم كل اللاعبين اللي خارج القائمة بيخوضوا دلوقتي مران صباحي على ملعب استاد التتش، كل ده طبعا عشان المعدل البدني بتاع اللاعبين ما يتاثرش. يعني بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي النهارده، ان شاء الله بقى يفوزوا في المباراه. اكيد المباراه هتكون مش سهله، مباريات الكاس بتكون لازم الفوز، ما فيش طبعا غنى عن الفوز. اكيد ام بي برده هيكون خصم قوي، لكن بقى عندنا ثقه كبيره جدا اكيد في رجال النادي الاهلي، ان شاء الله بقى هيفوزوا في مباراه النهارده. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى دلوقتي نروح للالعاب الاخرى، والحقيقه النهارده يوم حافل بالمباريات المهمة سواء لرجال كرة السلة في البطولة العربية أو كمان سيدات ورجال كرة اليد في البطولة الإفريقية. خلونا في البداية نبدأ برجال كرة السلة. النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق مجد المغربي في البطولة العربية، المباراة هتكون الساعة 6:30 مساء، ده طبعا بقى ضمن منافسات دور المجموعات. نتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة، حتى الآن الحقيقة عاملين بطولة كبيرة، يعني فازوا على الاتحاد الليبي بنتيجة 65-55 وعلى دجلة جامعة العراقي بنتيجة 92-77. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء ويفوزوا في مباراة النهاردة كمان. على الصعيد الآخر بقى رجال وسيدات كرة اليد زي ما قلت عندهم مباريات مهمة في البطولة الإفريقية. نبدأ برجال كرة اليد، هيكون النهاردة عنده مباراة في دور الثمانية من البطولة الإفريقية اللي طبعا بتقام في الكونغو. مباراتهم النهاردة هتكون أمام فريق إنزيكو الكاميروني، هتكون الساعة 12:30 الظهر، يعني خلاص الساعة القادمة، يعني في خلال أوقات قليلة ان شاء الله بقى
رجال كره اليد يفوزوا في مباراه النهارده، لان خلاص دخلوا في الادوار المهمه سواء رجال او سيدات كره اليد. وسيدات كره اليد النهارده هيكون عندهم مباراه امام فريق فاب الكاميروني، مباراه هتكون الساعه 5:30 مساء. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. بقى لو فازوا في مباراه النهارده، نصف النهائي هيكون يوم الجمعه القادم والنهائي هيكون يوم السبت. نتمنى كل التوفيق لفرقنا الرياضيه سواء طبعا في كره السله او كره اليد وكمان كره القدم. ان شاء الله بقى النهارده يكون يوم اهلاوي خالص وجميع الفرق تفوز في مبارياتها. دي اخبار الفرق الرياضيه. خلينا بقى ننتقل للاخبار الاجتماعيه، وعايزه افكر كل اعضاء النادي الاهلي ان يوم الجمعه القادم هيكون في بطوله عائله الاهلي للشطرنج. البطوله هتكون بفرع النادي الاهلي بمدينه نصر وهتبدا الساعه 3 العصر. فكل الاعضاء بقى اللي حابين يشاركوا في هذه البطوله يا ريت يتجهوا لاداره العلاقات العامه. طبعا البطوله دي بقى منظمه من لجنه الشباب تحت اشراف اللجنه العليا للجان بالتعاون مع الاداره التنفيذيه. فكل الراغبين يا ريت يتجهوا لاداره العلاقات العامة، بيكون يوم مميز جدا بالتأكيد. كمان بقى قبل ما اختم كلامي خلينا نروح للأجواء داخل النادي الأهلي. الأعضاء بالفعل متواجدين في حالة بقى من الطاقة الإيجابية على الصباح. بعض الأعضاء كمان بيمارسوا الرياضة زي رياضة المشي. فكل الأعضاء تقدروا تيجوا بقى وتستمتعوا باليوم النهاردة. يعني أنا هواندي ويا كريم، دي كانت أبرز أخبارنا في فقرة أخبار النادي الأهلي النهاردة. معاكم طبعا لو عندكم أي استفسارات، والآن العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جدا على التغطية الرائعة كالعادة يا هنا، وواضح ان انت من لبسك ان نستشف ان الجو شوية يعني برد او في انخفاض الى حد ما ملحوظ، وبرده تقولي لنا الجو دلوقتي عامل ازاي. اتفضلي. مظبوط يا هواندي، يمكن كمان في الساعات المبكره في اليوم، لان زي ما انت عارفه بنبقى موجودين في النادي منذ الصباح الباكر، الجو خلاص بقى جو خريفي جدا، والاجواء طبعا بدات في الانخفاض، وانا عارفه ان ده هيكون خبر مفرح اكيد. ده خبر سار جدا. اشكرك جدا زميلتنا العزيزه هنا قبل قاسم. ويمكن امبارح كريم برده لاول مره بجد من السنه اللي فاتت كنت امبارح خارجه في هنا في زايد في مكان مفتوح، اول مره احس ان البرد ابتدى شويه. يعني وانتوا حضراتكم قاعدين، معرفش مين خرج امبارح يعني تحديدا، بس من الناس اللي خرجت امبارح اعتقد ان هم كمان استشفوا الجو ابتدى كان يبرد. يعني انت لو لابس نص كم او غيره لا تحس ببرد شويه. ف والله وجه اليوم اللي هتطلعي فيه الشتوي يا هواني، لا وانا ما بشيلش الشتوي، انا هتستخدمي فيه الشتوي. انا الشتوي فاضل في الدواليب بيصعب عليا اشيله. على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم. عندنا برضو مجموعه من الاخبار المتنوعه، من الاخبار المتداوله بقوه اليومين اللي فاتوا. تقدم السير جيم راتكليف، وهو طبعا رجل اعمال بريطاني شهير، تقدم بعرض جديد لشراء جزء من حصه مانشستر يونايتد الانجليزي. ده واخد الحقيقه يعني عامل صدى واسع جدا، ومن اول ما اعلن عن هذا العرض الجديد، لو انه كان ليه عروض سابقه، ابتدت بقى تتولد وجهتين نظر مختلفتين من قبل جماهير وعشاق المان يونايتد. البعض منهم بيقول ان ده هينقذ النادي من الازمات اللي هو فيها، والبعض الاخر شايف العكس تماما، شايف ان دي ممكن يحصل بناء عليها ازمات اكتر بكتير، خصوصا اذا تناقضت اراء ملاك هذا النادي. على كل حال ادينا هنشوف الفتره اللي جايه ان شاء الله ايه اللي هيحصل. المهم ان سير جيم يعني بيسعى جاهدا للحصول على حصه بتبلغ حوالي 25% تقريبا من اسهم نادي مانشستر يونايتد كجزء من عرضه الاخير، وده الامر اللي بياكد استمرار عائله جليزر طبعا في السيطره على اسهم مانشستر يونايتد الانجليزي، وهو عكس رغبات جماهير الشياطين الحمر اللي بتضغط بقوه للاطاحه بيهم من النادي، زي ما طبعا شرحنا لحضراتكم هذا الموقف. فيعني في ايه بزرق. شويه قلق كده حاصل مع مانشستر يونايتد. وبصوا ماتشات امبارح تحديدا هنتكلم يعني في دوري ابطال اوروبا، هي بدات او خلينا نقول كده فعلا ابتديت تحس ان هي دخلت في جو منافسه، ومنافسه قوي بشكل كبير، وكان ابرزها كمان ريال طبعا صاحب الرقم هنا، بنتكلم لغه الارقام التاريخي، فوزا بالبطوله 14 مره حتى هذه اللحظه مع نابولي، كان بطل طبعا الدوري دوري الابطال الموسم الماضي، انتهى ب 3-2 للريال، ماتش كان قوي جدا. وكمان مان يونايتد مع جلاتا سراي برده ماتش كان قوي، خلص 3-2 لجلاتا سراي. ولسه كمان عندنا ماتشات مهمه النهارده، بتتكلم ميلان وبروسيا دورتموند ونيوكاسل مع باريس سان جيرمان. يعني مواجهات كلها نقدر نقول يعني خارج التوقعات طبعا. بشكل كبير جدا. على كل حال خلينا ناخد مزيد من التفاصيل ونعرف اكتر من الناقد الرياضي محسن لملوم معانا على التليفون. يا مسيو محسن صباح الخير على حضرتك. صباح الخير عليك يا استاذ نعمان، صباح الخير عليك يا استاذ كريم. صباح الخير. تحياتي لكم طبعا ولكل جمهور قناه الاهلي الحبيب. نرحب بحضرتك، وخليني اروح كده في البدايه وقول لنا ازاي شفت ماتشات تحديدا امبارح، خاصه لما اتكلم عن ماتش ريال ونابولي.
يعني امبارح كان في عنوان الابرز للثمان ماتشات اللي اتلعبوا في بدايه الجوله الثانيه لدور ابطال اوروبا دور المجموعات، ان الارض رفضت اصحابها. يعني من الثمان ماتشات مفيش غير ماتشين اثنين بس اللي اصحاب الارض فازوا، يعني لانس الفرنسي لما فاز على ارسنال الانجليزي 2-1، والانتر الايطالي لما فاز على بنفيكا البرتغالي 1-0، لكن بقيه المباريات كلها الارض خذلت اصحابها. يمكن كان في ماتش واحد تعادل والباقي كله خسائر. طبعا كان ابرزهم زي ما حضرتك ذكرتي نابولي لما خسر على ارضه في ملعب ديجو ارماندو مارادونا قدام ريال مدريد، وطبعا مانشستر يونايتد لما خسر قدام جالاتا سراي فصدمه كبيره جدا بصراحه لكل عشاق الفريق بنتيجه كبيره 3-2، وللمره الثانيه على التوالي بيخسر وبقى صفر نقاط في مجموعته. طبعا ده شيء مفترض انه ما يحصلش لفريق كبير زي مانشستر يونايتد، لكن الاهم طبعا كان مباراه ريال مدريد ونابولي لانها كانت بتعني كتير جدا جدا جدا، ان انت نابولي بطل الدوري الايطالي او حامل لقب الدوري الايطالي الموسم الاخير، كمان بيتقدم في المباراه نفسها على في بدايه المباراه بيتقدم 1-0 على ريال مدريد، ويا ويلو اللي يتراجع او اللي يتاخر بهدف قدام فريق ايطالي تحديدا ملوك الدفاع في العالم، فما بالك ريال مدريد قدر بيعمل ريمونتادا ان هو بيتعادل وبعد كده بيتقدم، حتى لما نابولي بيتعادل من ضرب الجزاء برضه نابولي ما بيرميش المنديل زي ما بيقولوا، بيقدر يفوز ينهي المباراه 3-2. ده يعني كان بيحسم حاجات يعني الفوز ده بيعمل حاجات كثيره بالنسبه لريال مدريد، ان هو في فتره اخيره كان عنده كان ماشي بشكل كويس جدا، انتصرت في كل البطولات، لكن طبعا كانت خساره في ديربي مدريد قدام اتلتيكو ب 3-1 دي كانت مأثره على الفريق بشكل كبير، عملت هزه داخل الفريق العملاق طبعا ريال مدريد. يمكن بعد كده قدر يمسك نفسه لما فاز على لاس بالماس وفاز على جيرونا في مباراه قمه في الدوري الاسباني، وقدر يستعيد صداره الدوري الانجليزي عفوا الدوري الاسباني، لما حتى كان في تذبذب برضه او عدم ثقه في مباراه دوري ابطال اوروبا في المباراه الاولى لما فاز بصعوبه شديده على يونيون برلين في سانتياغو برنابيو بهدف في الدقيقه الخامسه من الوقت الضايع، كان في شويه شكوك. امبارح بصراحه المباراه اكدت قوه ريال مدريد او شخصيه ريال مدريد، مش قوه ريال مدريد نفسه، لان هو عنده عناصر خبره زي لوكا مودريتش زي توني كروز، لكن عنده عناصر هامه جدا زي طبعا جود بلينجهام، ده حاجه بسم الله ما شاء الله مستقبل ريال مدريد، وجونيور فينيسيوس اللي هم طبعا تنوبوا حتى الهدف الاول والهدف الثاني. كمان كان في شخصيه كارلو انشيلوتي ما ننساهاش امبارح، لان هو كان بيدرب نابولي في 2019 ورحل بشكل غريب جدا بسبب مشاكل ليه مع رئيس النادي وقتها، يمكن كانت المباراه امبارح بتعني الكثير جدا لريال مدريد، اهمها بيفرض شخصيته في دوري ابطال اوروبا تحديدا اللي هو اشبه كده بالنادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طيب في ضوء متابعه حضرتك للنسخه الحاليه من البطوله دي، نقدر نقول ان يعني ممكن يبقى في حصان اسود قادم من بعيد، ولا الى حد كبير عفوا الامور محسومه للثلاثي او الرباعي المعتدين الاقرب للوصول للماتش النهائي؟ طبعا هو الكلام اصلا مبكر لسه عن الحصان الاسود، لكن نقدر نقول بصراحه في ظل المستويات اللي احنا شايفينها برضه مش هتكبر زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم عن الرباعي او الثلاثي اللي هو المرشح، وان كان في وجهه نظر ابرزهم ريال مدريد بشخصيته، مش الفرقه كلها بصراحه، الفرقه مش متكامله لكن عنده مشاكل في الدفاع وعنده مشاكل كثيره، لكن شخصيه ريال مدريد في دوري ابطال اوروبا بتبقى غير. كمان مانشستر سيتي لو اجاد استغلال البطوله دي يقدر يحققها للعام الثاني على التوالي، لانه بصراحه هو اقوى الفرق حتى الان، كل الفرق لم تقنع حتى بايرن ميونخ حتى اللي فازوا كلهم بكل امانه، يعني مش برضه ما اقدرش اقول انه هيذهب بعيدا في البطوله، لكن الـ يعني برضه هتفق مع حضرتك انها مش تخرج من الثلاثي او الرباعي، يعني تحديدا بصراحه ريال مدريد ومانشستر سيتي هم الاقرب حتى هذه اللحظه. يعني استاذ محسن، عايزه قبل ما نختم حضرتك اروح لنقطه اتكلمنا فيها امبارح والاراء فيها شويه مختلفه، فكره الدوري السعودي هنا وبحث الاتحاد السعودي ان زياده عدد المحترفين ل او الصفقات يعني الاجنبيه من 8 ل 10 افراد، هل القرار ده بتشوفه حضرتك يعني زياده الاجانب تحديدا لصالح الاتحاد لصالح الدوري السعودي والكره السعوديه، ولا الكلام ده ممكن يؤذي الكره السعوديه على اللونج ران زي ما بيتقال او على الخطه طويله المدى؟ طبعا هم القائمين على الدوري السعودي اكيد عارفين دارسين كل حاجه، لكن وجهه نظر شخصيه من خلال متابعاتي ان الخسر الاكبر زيادة عدد المحترفين ل 10 بدل 8 هو المنتخب السعودي الاول لكرة القدم، كلنا شفنا المنتخب السعودي طبعا في كأس العالم عمل مفاجأة كانت رائعة جدا بالفوز على الأرجنتين اللي بعدين طبعا فازت بالبطولة، لو شفنا المباراة دي لما فاز على الأرجنتين كان 9 من اللعيبة الأساسيين من فريق الهلال، النهارده الهلال نفسه
بقى بيلعب منه ثلاثة فقط لا غير السعوديين، والثمانية محترفين، حتى حارس المرمى بقى ياسين بونو المغربي طبعا. وهتقعد مين ولا مين يعني لما يكون عندك واحد ثاني مار؟ بقيت الفرقة كلها طبعا أسماء حدث ولا حرج. فأنت النهاردة كمان بتزود العدد العشرة، يعني أنت ممكن يرسل عليك في بعض الأحيان يبقى لاعب سعودي واحد فقط بيلعب في المباراة مثلا في فريق زي الهلال اللي هو الزعيم الكبير. طبعا اتمنى يكون الترشيد ده كويس، لكن اخشى ما اخشى ان المنتخب السعودي هو اللي يدفع الثمن في القصه دي. ويمكن كان لنا تجربه في الدوري الانجليزي اللي هو البريمير ليج الاقوى في العالم، لما كان الدوري وما زال طبعا هو الاقوى في العالم، ولكن المنتخب الانجليزي هو اللي بيعاني، وشفنا بيخرج من الامم الاوروبيه وبيخرج من كاس العالم الحصيله صفر. اتمنى ان ده ما يحصلش في الدوري السعودي، يكون عندهم خطه لانقاذ المنتخب السعودي في ظل توفر المحترفين طبعا بكثره في دوري لوشن السعودي. انا عندي برضو سؤال يعني استكمالا للنقطه اللي بنتكلم فيها. انا دلوقتي عشان اطور منظومه، واكيد حضرتك يعني ادرى مننا بالنقطه دي، هل انا بشتغل بس على الفرق الحاليه، ولا مفروض عشان اعمل خطه تطوير للكره في البلد اللي انا فيها بشتغل على تحديدا قاعده الناشئين؟ وهل فعلا السعوديه دلوقتي بتشتغل على الناشئين، وهل جايبين من الكوادر برضو الاجنبيه اللي ممكن تفيد وتطور تحديدا في السن ده اللي هو السن الاهم اصلا، ان انت بتبني فعلا الشخصيه وبتبني الفنيات بتاعه اللاعب علشان اللونج تيرم يبقى عندي لعيبه سعوديه بنفس مستوى اللعيبه العالميه اللي انا بجيبها بملايين الدولارات، ممكن تكفيني ان انا اجيب من الناشئين وقاعده الناشئين بتاعتي المختلفه؟ فهل عندك اي معلومه عن النقطه دي؟ لا، هو في قطاع الناشئين موجود وبيهتموا بيه، بس هو للاسف الناتج في النهايه ما بيلعبش، لان في النهايه في الدوري الاكبر اللي هو الروشن، وحتى دوري يلو اللي هو برضه قوي، المحترفين بيبقى بيضغطوا عليه بشكل كبير، فهو في النهايه بيعمل قاعد ناشئين لكن في النهايه ما بيلعبش. هنقول مثلا الحل الثاني ان هو بيحترف زي ما بيحصل مثلا في اي دوري في العالم للاسف. وانا مش سامعه يا جماعه كويس خالص بصراحه، انا مش سامعه. انت سامع كويس؟ الو، انا او حضرتك بتتكلم بسرعه مش انا بصراحه مش سامعه. اتفضل استاذ محسن. بقول لحضرتك موجود طبعا قطاع الناشئين وفيه اهتمام، لكن في النهايه لما بيوصل للمرحله الاخيره اللي هو لما بيكون في الفريق الاول ما بيلعبش، ما بيلاقيش الفرصه، لان طبعا بيبقى فيه المحترفين الاجانب بيضغطوا على كده. عشان كده ما بنلاقيش كمان الحل الثاني الامثل اللي هو اللاعب مثلا لو كويس بيحترف. ما فيش اللعيبه السعوديه للاسف، او اللعيبه اللاعب الخليجي عامه ما بيحترفش بره، الاوبشن ده مش موجود في دوريات الخليج. عشان كده بتلاقي المحصله في النهايه مش عايز اقول صفر، ما بتبقاش بالشكل المطلوب. النهارده الدوري السعودي عشان بيطوروه موجود بعض الكوادر فيه من الدوري الانجليزي، يعني بعض كوادر الدوري الانجليزي موجوده بتخطط للدوري السعودي، عشان شفنا الشكل اللي احنا شايفينه النهارده. دوري روشن من اقوى دوريات العالم، لكن للاسف قطاعات الناشئين رغم افرازاتها للاعب الموهوب او اللاعب الخليجي السعودي الموهوب في النهايه ما بيلاقيش الفرصه. هي دي الازمه الكبيره. موجود اهتمام بقطاعات الناشئين او الفئات السنيه زي ما بيقولوا، لكن في النهايه ما بيلعبش. يعني حتى لو توفرت الموهبه، وعلى فكره موجوده الموهبه في السعوديه، لكن في النهايه ما بيلعبش. ما هو ليه ما لحقش يلعب؟ هو احنا بنتكلم على ناشئين لسه يعني سنهم صغير. أيوة. التجربه اللي احنا بنتكلم فيها دي لسه تجربه حديثه، هم ما لحقوش. انا بتكلم على خطه طويله المدى، انا بشتغل على الناس اللي هم الصغيرين الاطفال دلوقتي من سن مثلا 6 سنين لفوق. انا بتكلم موجود. على ده موجود، لكن في النهايه انا بتكلم في ان هو لما بيزود العدد المحترفين في النهايه بيقلل فرص المحليين. بالظبط، ده اللي اقصده، ان هو مش هيلاقي الفرصه، وخصوصا ان اللاعب السعودي ما بيحترفش بره، يعني مش الاوبشن ده مش موجود، ما بتلاقيش لعيبه سعوديه مثلا محترفين. اعتقد النوع ده من الامور يا استاذ محسن من النوع اللي لازم نستنى عليه، يعني عشان تقدر تتضح الصوره. بالزبط. ونقدر نكون يعني انطباع عام عن مدى نجاح التجربه السعوديه في هذا الاطار من عدمه. اكيد طبعا نتمنى طبعا التوفيق، لكن زي ما قلت حضرتك اللي هيكون فيه رهان اكبر في شهر يناير المقبل في كاس الامم الاسيويه اللي هتقام في الدوحه. هنشوف ساعتها هل المنتخب السعودي تحديدا استفاد من هذه التجربه ام هتكون ضرر. هتتضح الامور. نتمنى ده ما يحصلش. احنا بنشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا للناقد الرياضي الاستاذ محسن لملوم. وطبعا ما زال الملف السعودي بيلقي ظلاله، والتجربه السعوديه زي ما نجحت في ان هي تجذب يعني انظار العالم كله للمملكه العربيه السعوديه ولدوري روشن السعودي، نجحت كمان في ان هي تثير جدل. بص احنا بنتكلم في ايه؟ طبعا ده كويس ولا وحش؟ ده هيفيدهم ولا هيخسرهم؟ صحيح. بص لسه لحد دلوقتي
الجزئيه مش واضحه زي ما احنا اتكلمنا امبارح تحديدا عشان تحكم على تجربه، ما ينفعش تحكم عليها من بدايتها او كفكره حتى بتطرح او لسه النتائج ما بانتش، لازم ننتظر على الاقل هذا الموسم عشان نشوف. نتمنى على فكره اكيد كلنا النجاح لهذه التجربه أكيد. تكون مش بس تجربه اللي هي شورت تيرم بلان، نتمنى كمان يكون في شغل على قواعد الناشئين المختلفه، ان هو ده الاساس اللي بتبني عليه اي دوله بعد كده مستقبل كره القدم بتاعتها. فانا اتوقع نجاح، لان انت سو فار اللي ماسك الملف ده اعتقد ناس عندها من الذكاء والخبره بشكل كبير ان هي تطور كمان زي ما انت قلت من خلال كره القدم، عملت ماركتنج اكثر من رائع طبعا. للسعوديه في كل انحاء العالم. السعوديه دلوقتي واجهه يعني سياحيه كمان، مش بس واجهه بنروحها مثلا كدينيه او غيره، ففي نقله نوعيه حصلت. نتمنى ان التجربه فعلا تنجح، ولو ان التجربه دي مش اي دوله تقدر ان هي طبعا. تاسس طبعا. عليها، لان في فوارق كبيره جدا في قدرات كمان الماديه، لكن هو نوز يعني انا لو هروح للمغرب، المغرب ما عملتش نفس التجربه الماديه من الناحيه الماديه، لكن قدروا ان هم يشتغلوا على امور اخرى وصلتهم ان دلوقتي المغرب ناجحه وعامله يعني تطوير في الكره وكمان الكره النسائيه في حته ثانيه خالص. فالنجاح موجود، سواء عندك الامكانيات الماديه اللي بتستغلها او عندك امور اخرى تقدر ان انت من الخبرات تعول عليها. على كل حال نتمنى الكره العربيه والافريقيه تكون في تحسن اللي احنا نستحق، لان حتى هذه اللحظه اعتقد الامر بعيد شويه عن الكره الاوروبيه بشكل ملحوظ. عارفه لو كان الشغل على الصعيد المادي او على صعيد التخطيط الاستراتيجي مش فارقه كتير، المهم ان في ناس بتشتغل اصلا على الملف، فاهمه ازاي؟ دي في حد ذاتها حاجه طبعا. يعني لطيفه جدا، وبطبيعه الحال لابد وان تؤتي ثمارها في يوم من الايام، فاكيد بنتمنى لهم النجاح طبعا في المملكه العربيه السعوديه. وده العصر الصحفي الاهلي، اهلا بكل حضراتكم من جديد. اللي من حضراتكم بيتابعنا بشكل دائم اكيد واخد باله ان احنا زي ما بنتكلم دايما عن كره القدم بنتكلم كمان عن الرياضات الاخرى، وكلمة حق لازم تتقال. إنجازات الألعاب الأخرى مستمرة وبقوة على مستوى المنتخبات المصرية، كان آخرها منتخب مصر للتجديف اللي شارك في بطولة العالم لتجديف الشواطئ اللي أقيمت مؤخرا في إيطاليا، وحقق مركز مميز جدا بل وتاريخي بالنسبة لمصر في رياضة التجديف أو تجديف الشواطئ تحديدا. تعالوا نتعرف أكتر عن هذا الإنجاز اللي اتحقق وتحديات رياضة تجديف الشواطئ يعني في بلدنا من ضيوفنا اللي منورنا، كابتن مصطفى العطار عضو اتحاد التجديف ورئيس البعثة المصرية في بطولة العالم، وكمان منورنا عمر شريف الأماطي لاعب المنتخب الوطني للتجديف والحاصل على الميدالية البرونزية التاريخية في بطولة العالم، ودي ميدالية تاريخية بكل ما تحمله الكلمة بالمعنى، وعلى فكرة كما جاء في تصريح وزارة الشباب والرياضة. مليون مبروك ومنورين الدنيا، وصباح الفل عليكم. صباح الخير والنصر. خلينا نقول، بصوا قبل ما نخش في اي تفاصيل بحب دايما اتعرف على ضيوفنا. هبدا بيك كابتن، واشرح لنا اكتر عن بدايتك. ايه كنت بتمارس طبعا الرياضه دي في البدايه، وبعد كده كان في تصاعد بقى واهتمام اكتر كمان انك تكون في مركز يعني مسؤول. انا مصطفى العطار عضو مجلس اداره الاتحاد للدوره الثانيه ومشرف على اللجنه المنيه في الاتحاد، وكنت لاعب تاديف دولي وحصل على ثالث كاس عالم 2022. رائع جدا. كانت الميداليه من احدى الميداليات اللي احنا جبناهم في الفتره بتاعتنا، واحنا كنا بيسمى علينا الجيل الذهبي. كان مع الله يرحمه علي ابراهيم، طبعا ده اسطوره التاديف في مصر الله يرحمه. و يعني بعد ما اي حد بيخلص اللعبه وبيبقى محب للعبه بيفكر ان هو يفيد اللعبه ازاي، صحيح، يا جهه مسؤوله او تدريب او اداره. فانا فحبيت الشق الاداري ان انا افيد احسن واحاول افيد لعبتي، فدخلت الاتحاد المصري للتاديف، والحمد لله بنحاول ننمي على قد ما نقدر يعني بامكانياتنا ان شاء الله الحمد جميل. لله جميل جدا. عمر برضو هنسالك نفس السؤال، نتعرف عليك اكتر، ابتديت سن كام واشمعنى التاديف ومين كان بيساعدك، مين اللي حببك اصلا في الرياضه دي تحديدا؟ هو انا عمر شريف، بدات في نادي المعادي، بدات وانا عندي 13 سنه بتاعي 12 سنه، كنا دايما بفطر في نادي المعادي واليخت اللي على النيل، ففي مره من المرات بنتمشى عادي في النادي فلقينا زي جراج كده فيه مراكب، فانا وبابايا حبينا نفهم ايه اللعبه دي وكده، فسالنا واكتشفنا ان هي تاديف وكانت موجوده زمان في النادي وبطلت، وبعد كده يعني دخلناها الحمد لله تاني النادي يعني الصدفه هي اللي عملتك بطل. ايوه. حلو ده، جميل. طيب يعني بدايه كده احنا كنا بنقول في مقدمه الفقره دي، او انا كنت بقول في مقدمه الفقره دي، ان حتى حسب تصريح وزاره الشباب والرياضه الميداليه البرونزيه اللي اتحققت هي ميداليه تاريخيه بالمعنى الحرفي للكلمه. عايزين نفسر للناس ليه هي تاريخيه.
اللي هي تاريخية. التأديف الشاطئي اللي هو البيتش سبرينت ده لسه ناشئ جديد بقاله يعني دي تالت بطولة عالم. كانت أول بطولة كانت في البرتغال 2021 و2022 كانت في ويلز في إنجلترا ودي التالتة ودي عليها سبوت جامد جدا. لو حضرتك شفت الانتريز بتاعتها الدول اللي شاركت في البطولة دي يعني لأول مرة في بطولة عالم كوستل نوصل ان السولو اللي هو السنجل سكال الفردي القارب الفردي يبقى 32 و36 دولة مشتركة فيه. وقبل كده كان بيبقى كام؟ قبل كده 10 20 أوكي. يعني ماكسيمم 20 أوكي. فده بيبين الاهتمام لان هي الاتحاد الدولي للتأديف بيحاول يدخل اللعبة دي. حضرتك عارف الاولمبياد بيبقى ليها كوتا من في الالعاب طب. فعندنا الالعاب بتاعتنا المراكب بتاعتنا في الاولمبياد الكلاسيك فيها عبارة عن قوارب. القوارب دي لها عدد معين من ميداليات الذهب والفضة والبرونز زي ما حضرتك عارف الأولمبياد. فاحنا عندنا تو كاتيجوري من اللعيبة اللي هو الهيفي ويت واللايت ويت. اللايت ويت فيه اعتقد قاربين فقط لغير اللي موجودين. فهو التصويت في اللجنة الأولمبية الدولية على ان هم هنحاول نريبليس دي بحاجه تانية ان احنا نقلل الكوتا فقط الموجودين بمعنى ان ما عندناش غير. فبتكلم على مصر ولا انا بتكلم على البطوله على الكوتا في في الاولمبياد اوكي. فبداوا الاتحاد الدولي يفكر في لعبه ان احنا ندخلها مكان المركبتين اللي هيتشالوا اللي هم اللايت ويت الدبل اللايت ويت اولاد وبنات قوارب اللي هو سنجل لايت ويت ودبل لايت ويت اولاد وبنات اوكي. ففكر في اللعبه دي وبدات تنشا ولاقت اقبال جماهيري عالي. حتى كان في بعض الدول العظمى كانت معارضه بس لقيت ان هي فعلا مشوقه ومتعبه جدا طبعا. متعبه جدا جدا. انت حضرتك بتواجه التغيرات الطبيعيه حضرتك لو شفت الفيديوهات بتاعت البطوله الويفز عليت واتلغت اتاجلت يوم بسبب ان الويفز كان عمر برضه كان في ايطاليا كانت في بارليتا في جنوب ايطاليا على شواطئ جنوب ايطاليا هو زي ما حضرتك شايف عندنا الويفز حضرتك بقى بتبقى اقوى حضرتك طب طيار التيار والويفز والمد والجذب دي العوامل بتاعه البتاع وطبعا سرعه الهواء وتغيير سرعه الهواء واتجاهاته فدي كانت مؤثره جدا. انجاز ليه انجاز هقول لحضرتك على حاجه احنا ما عندناش قوارب للتأديف الشاطئ yeah. عندنا الاتحاد بس الاتحاد المصري لا يملك قوارب للتالت. فكنا بنعتمد على الجهود الذاتيه. نادي المعادي عنده قارب شركه من الشركات عندها قوارب في الغردقه يعني لا معلش نفهم يعني احنا عندنا قوارب للنيل عندنا قوارب النيل. للتأديف الكلاسيك التأديف العادي لكن الشواطئ اللي احنا بننافس فيه الاتحاد المصري انا عضو فيه ما عندناش قوارب للتأديف او بننافس كده بناء على بنجيب مراكب من الانديه او بيبقى فيه جهود شخصيه يعني البطولات اللي فاتت كنا بناخد من عضو مجلس اداره باشمهندس حاتم انديل عنده قاربين السنه دي في شركات بقينا ناجر منها او نستعير منها القوارب ايوه ده لنقص الامكانيات يعني نقص الامكانيات اه فعلا بس ان شاء الله في السبونسر بتاعنا يعني بعد الانجاز التاريخي اللي اتحقق ده هنعمل طبعا اللي جاية. انا بحب اقول لحضرتك ان احنا حقيقي يمكن عمر لمس كده الاتحاد الدولي بدا يبص لنا بنظره ان هو احنا حضرتك عارف طبعا الامكانيات بتاعتنا فاحنا تحت طائله الديفلوبمنت بتاعت الاتحاد الدولي بيساعدنا. فلما لقى التطور وصل لكده احنا السنه اللي فاتت سابع وثامن وتاسع فجاه ربنا كرمنا السنه دي لان احنا بدانا نركز فيها بصراحه والمعسكر اللي حصل قبل البطوله باسبوع كان اتعمل في عين السخنه برضو كان مجهودات شخصيه من اعضاء مجلس اداره عندنا وقوارب ملك نوادي خاصه فرق جامد وفرق جدا مع عمر لان احنا كنا متابعينه والفرق الحقيقي هيتحقق طبعا المجهودات الشخصيه مشكورين عليها طبعًا وكل طبعًا اللي ساهم فيها ليه كل الشكر والتقدير لكن للامانه ما ينفعش الوضع يستمر كده ولا سيما في ظل تحقيق انجازات مدويه بالشكل بالظبط. حضرتك ان شاء الله انا بقول لحضرتك يعني انا خدت وعود الحمد لله وان شاء الله من الاتحاد الدولي من الراعي بتاعنا بنك لا مش مهم بقى ولا هو سبورت لينا جامد قوي في الفتره اللي احنا فيها دي وطبعا الوزاره ودكتور اشرف صبحي بصراحه يعني ما فيش حاجه بنطلبها منه قبل البطولات غير لما بينفذها لنا بصراحه يعني السفريه دي طلعت بدعم من الوزاره عشان نطلع
والحمد لله ان هي طلعت، لان احنا كان عندنا برضو المعوقات ان احنا كنا هنسافر الاولمبياد بطوله البحر الابيض في اليونان، وحصل بقى تاخرات او حاجات اداريه ما سافرناش. فانا لو كنا سافرنا ببعثه كامله نتيجه برضو التاشيرات والحاجات الاداريه كان على الاقل 3 ميداليات كمان. يعني بص الكلام ده طبعا يزعلنا شويه، لا ان شاء الله. بس يعني البروميسز اللي انت بتقول اخدتها تدينا امل ان شاء الله في على الارض باذن الله. باذن الله هنبدا النقاش ان احنا نجيب طقمين. هو اسعارهم ايه يعني لو الموضوع يعني تقريبا السعر بيتراوح من كام لكام؟ الفردي سولو من 10 ل 14000 يورو حسب. لا ده كتير. حضرتك لو 14000 جنيه اقول لك ماشي. انا هقول لحضرتك مفاجاه ان شاء الله، ربنا وفقنا الحمد لله واحنا في البطوله، بس انا مش عاوز اخد الانجاز من البطل بصراحه، ان هم لا احنا هنيجي العمر دلوقتي بصراحه عملوا انجاز انا ما كنتش متوقع. يمكن في الفيديوهات انا يعني بقول يعني كل اللي عليا ان انا بسهل صعوبات اداريه فقط، انما هم دول تعبوا وواجهوا. وحضرتك لو حضرتك في حاجه طبعا انا حابب اقولها ما حدش خد باله منها، ان انت لما توصل الفاينلز انت بتلعب دور الثمانية دور الأربعة والفاينل بي اللي هو السيمي فاينل والفاينل كلهم ورا بعض مفيش وقت، فده تحمل قوة وسرعة الولاد بصراحة. ده كان أكبر تحدي وجهته طبعا، ولا كان فيه كمان فكرة ان انت بتلعب ناس مميزين عالميا؟ يعني ايه نوع التحديات اللي انت اضطريت تخوض فيها لغاية لما تحقق الانجاز التاريخي ده؟ هو أكبر تحدي ان انا لسه اتعرف على المركب اصلا، يعني انا المركب الكام مركب اللي موجودين اللي كنا نتمرن بيهم هنا في مصر غير خالص المركب اللي هناك. ف يعني احنا يا دوبك وصلنا قبل البطوله بيومين، اتمرنا يومين واحنا اربعه على مركب، كنا بنقعد نبدل مع بعض. احنا اربع لعيبه المفروض يكون معانا ناس بتمسك المركب عشان لما زي ما حضرتك شفت في الفيديو بتعمل سبرنت وبعد كده بتنزل المركب، فالمفروض بيبقى فيه ناس اصلا البلاد الثانيه بيكونوا هم اللي بيمسكوا المراكب وكده. احنا كنا اللعيبه يعني صحابنا واحنا كنا بنمسك لبعض المراكب وكده، ده طبعا اصلا ارهاق وفي الشمس والميه مش مفروض، بس عشان احنا قلبنا على بعض وبنحب بعض فكنا بنعملها لبعض يعني. وطبعا لما السباقات بتبتدي تتكبس ورا بعض كده بتبقى اصعب بكتير، بس يعني الحمد لله. لو المستوى كمان بتاع المنافسين بيعلى يعني كل شويه لاعب ايطاليا واحده امريكا واسبانيا كل شويه واحده واحده بتعلى. بس عمر انت جاي من عيله اصلا يعني باباك تقريبا كان برضو بطل صح كده؟ هو لعب على كبر بس لما دخل بطوله ماسترز كسب. ده برضو بعد الصدفه اللي انتوا لقيتوه المراكب؟ احنا اكتشفناه مع بعضينا برضو. شريف هو نائب رئيس اتحاد التأديف. شريف كان بيلعب العاب قوه زمان في نادي المعادي. اوكي. كان بطل برضو في يعني عيله رياضيه. يعني هو بطل الجمهوريه في العاب القوى. وشريف سبورت جامد لعمر وللرياضه عامه بصراحه، وهو ساعدنا على فكره كمان الحق يقال في الحصول على التاشيرات لايطاليا، لان حضرتك عارف احنا في وقت احنا خدنا التاشيرات في 4 ايام. هايل. ده طبعا بيبقى فيه مشكله لو طبعا سهلتش. طبعا هقول لحضرتك مفاجاه ان شاء الله، ربنا كرمني كرم الاتحاد المصري وانا كنت الريبريزنتيف ليف مع الاتحاد الدولي ان احنا هنقدم لاستضافه بطوله العالم الشاطئيه 2025 ان شاء الله. ده حتى ادنى للي المفروض مصر تعمله في الرياضه، لان احنا عندنا كل الانهار. والله هو ده اللي انا قلته. الشواطئ كمان احنا عندنا، يعني انا بكلم رئيس لجنه الشواطئ في الاتحاد الدولي جوين بقول لها بتقول لي طب انت هتعمل فين؟ قلت لها طب احنا السبوت كله على العلمين، بس انا هديكي الاختيارات، انا عندي الريد سي والميديترينيان سي. ففرحت جدا قالت لي، قلت لها عندي كل السبوتين واحنا سبورت وان شاء الله هنعمل فايل بس تقبلي البيت بتاعنا. قالت لي ابعت بيل وفعلا كلمت دكتور عمرو. هتجيبوا مراكب بقى وقتها؟ هنجيب شرفي بس هم هيلاقوا. لا 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 لا, لا هم حضرتك عندنا هم عارفين الشواطئ بتاعتنا عامله ازاي في البحر الاحمر، وفي ناس كتير جت زارتها، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل فايل محترم بدعم من الوزير ان شاء الله دكتور اشرف صبحي اللي هو بيدعمنا بصراحه في كل حاجه، ما بيتاخرش علينا لما بنطلب، بس ان احنا مزنوقين في فلوس عشان السفريه لا بصراحه بينفذها لنا، بس بنطلب زياده الدعم ان شاء الله. والراعي بتاعنا باذن الله وعدني ان احنا كده هنجيب زياده الدعم بقى في كل الملفات ان شاء الله. لا لا بجد بجد والله حضرتك زي ما حضرتك شفت الاسعار، فعشان انت تنشئ بطوله انت محتاج طبعا هو مش سنجل بس، وفي فردي وزوجي ورباعي، فانت محتاج المراكب دي، مش محتاج مركب واحده من كل نوع، انت محتاج مركبتين ثلاثه على الاقل عشان سبير لو حاجه حصلت في البتاع. هي العباره اشرح حضرتك
حاجه مختصره عن البطوله. البطوله دي بتبدا بتايم ترايل الاول، ازمنه ما بيبقاش في منافسه مباشره بينهم، وبعدين بيحصل فيه تاهيل للثمانيه الاولانيين يتاهلوا، وبعدين التانيين بيعملوا اعاده للبشاج وبياخدوا منهم احسن ثمانيه ويلعبوا دور ال 16. بيبقى عباره عن لوك اوتس، يعني اللي بيكسب هو اللي زي كاس مصر كده، اللي بيكسب بيكمل او اللي بيخسر. ودي بتبقى الصعوبه بجد فعلا، دي الصعوبه طبعا ان هي ورا بعض. وحضرتك احنا عندنا عمر اول يوم بصراحه انا شفت روح عاليه جدا عندي. احنا اربع لعيبه بس، هنا السبكي بنت واحده، ما سافرناش الحظ ان احنا نطلع البنت الثانيه معانا نظرا حاجات في ديوتي وفيزا يعني. البنت دي انا شابوه فعلا، هي بتدرس في امريكا، جات لنا من امريكا 24 ساعه طيران، واستقبلتها في مطار روما وخدناها وركبنا قطر السابوديا 5 ساعات، وبعدين رحنا الفندق وتاني يوم نزلنا التمرين. حضرتك اول يوم هيتس، اول يوم سباقات، هنا نزلت سولو ونزلت دبل ميكس جونيور ونزلت دبل ميكس سينيور. يعني احنا عندنا كوادر بروميسنج جدا. وعلى فكره باي ذا واي هانا جابت رابع عالم ما شاء الله. على عمر بقى عشان الوقت كمان بيجري، انا عايزه اعرف منك برده عشان الناس تعرفك اكتر، انت بتدرس ايه دلوقتي؟ وبرده البالانس اللي بتعمله ما بين ده وده بيبقى بتقدر عليه ولا لا؟ لان مش اي حد برده بيعرف يعمل ده. هو التمرين بدري جدا قبل اي دراسه او اي قبل اي حاجه. فزمان لما كنت انا خلصت مدرسه لسه داخل الجامعه، كنت بروح قبل المدرسه، بخلص بروح يا دوبك اكل واروح على الموضوع المدرسه. موضوع صعب قوي جدا يعني، مسؤوليه كبيره قبل يعني. المدرسه دي بعنانه، وبيمثل بيتمرن الساعه 5 الصبح بالظبط في الشتاء القارس. ايوه نصحى يعني يا دوبك بنروح نسخن على الارض قبل الشمس، ويا دوبك لما الشمس تبتدي تطلع ننزل الميه، فما ينفعش كمان ننزل قبل الشمس عشان يعني الرؤيه بس. فبخلص. تدرس ايه بقى يا عمر؟ انا كنت عايز يعني الحمد لله داخل اللي انا عايز ادرسه، داخل بزنس انفورماتكس في جي سي. اوكي، مش هياثر على لعبك واستمراريتك؟ لا مش هياثر. ربنا يوفقك والمزيد من النجاحات ان شاء الله في السنين اللي جايه يا عمر. نورتونا وشرفتونا وان شاء الله نلتقي على خير بره كده. نورتونا، ولو ان شاء الله البطوله دي استضفناها اكيد احنا هنهتم جدا كمان تحديدا قناه الاهلي ان احنا نكون بنغطيها، لان ده حدث اكيد يشرفنا ويسعدنا كلنا ان شاء الله. شكرا لكم جدا. نروح فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. النهارده عندنا مباراه زي ما حضراتكم عارفين مهمه جدا للاهلي، وزي ما قلنا هو موسم مليء بالتحديات. النهارده الاهلي هيواجه ام بي في نصف نهائي كاس مصر لنسخه العام الماضي. خلينا نتكلم عن الاهلي وتحديات الموسم كمان الجديد، وهيكون لينا كلام كمان كتير يعني في ملفات مختلفه. خلينا نرحب بس بضيفنا العزيز كريم فاضل الناقد الرياضي. صباح الهنا. انا عارفه الميعاد ده غلس بس انت بتحب تجيلنا. لا طبعا انا ما اقدرش اتاخر عليكم، وده احلى صباح يعني ان الواحد يشوفكم ويشوف الجمهور العظيم ده. بنسعد بوجودك معانا وبنستفيد كمان برؤيتك للامور. يا سلام. وعلى ذكر الرؤيه، توقعاتك ايه بقى للماتش ده، وشايف الامور ممكن تمشي فيه ازاي؟ واحنا كنا بنتكلم من شويه ان ايا كان المنافس للنادي الاهلي في اي ماتش من الماتشات، حتى لو كان حاله مختلف عن حال النادي الاهلي، بيجي قدام النادي الاهلي ويحجر دايما، ده اللي بيحصل. فشايف الماتش ده هيمشي ازاي؟ يعني هاقتبس كلمه اوف كورس من استاذ احمد. طبيعي جدا ان اي منافس بيلاعب منافس اقوى منه بيحاول يطلع افضل ما عنده. فريق انبي فريق محترم جدا، وواحد من الفرق منذ صعودها عملت مسيره طيبه وحقق كاس مصر، وبطولات الكاس زي ما حضراتكم عارفين ما فيش فيها قواعد ثابته، فيها مفاجات، هي بيطلق عليها بطوله المفاجات. بس هي يعني ليه زي ما استاذ هوان ده، ليه بطوله الكاس العام الماضي يعني؟ ما هي يعني الواحد والله مش عارف يعني. ليه احنا الدوله الوحيده اللي فيها كاسين مفتوحين على بعض؟ والله صحيح بالظبط. يعني هي دي النقطه الجوهريه، انت مش قادر تظبط المواعيد شويه وتخلي منافساتك زي اي دوله في العالم. يا ريت ده، بس احنا بنتمنى ده، واعتقد ان انتم متفقين معايا في ده والجميع، ان احنا عايزين المنطق نفسه متفق معاك. المنطق بيقول كده طبعا. نرجع للنقطه الفنيه. لا، انبي بالرغم ان البدايه مش احسن حاجه في السيزون ده، لكنه عنده عناصر قويه جدا تقدر تخليه منافس قوي للنادي الاهلي. واتمنى يعني كمشجع او كمشاهد اني اشوف مباراه قويه بين فرقتين في بطوله هي الاقدم في القاره الافريقيه كلها. ده اللي انا بتمناه.
الفوز هيتحكم فيه عناصر اخرى بقى، عناصر داخل الملعب وعناصر خارج الملعب او من على الخطوط، عناصر اداره فنيه، والكل اجمع ان مارسيل كولر بيعامل طفره في اداء النادي الاهلي. صحيح. بشكل كبير جدا جدا جدا، اداء بقى سلس، تمريرات كتير، التيكي تاكا زي ما بيطلع، استحواذات بشكل كبير بالظبط. الروتيشن، الاهلي دلوقتي عنده فرقتين يقدروا، لا ده ثلاث فرق يعني، عنده فرقتين ما شاء الله طبعا، يعني عنده اكتر من عنصر يقدر يشارك في الشق الدفاعي او في الشق الهجومي بالظبط. يعني احنا شفنا كريم الدبيس بيلعب مكان علي معلول، بيعمل اول اسيست ليه في بطوله افريقيا، مفيش اي خوف، مفيش اي قلق او توتر، بيلعب بشكل هادي. احمد نبيل كوكا في وسط الملعب في غياب مروان وفي غياب ديانج، في طبعا امام عاشور اضافه عظيمه طبعاً وقويه جدا في خط الوسط، اللاعب جوكر رضا سليم طبعا لعيب هايل، عنده حلول، عنده قوه تصويبات بالقدم اليمنى واليسرى، بيرسي تاو او بيرسي مازو تاو، يعني لعيب فايق بقاله فترة، فايق جدا من ساعه ما حلق يعني تقريبا كانت سر في شعره. لا هو لعيب امكانياته عاليه جدا، استنى اللحظه اللي يسجل فيها هدف عشان نشوف الاحتفال بتاعه وجريته المعتاده. السليبريشن ده يعني عنصر احنا مفتقدينه بصراحه في الملاعب المصريه، يعني طريقه الاحتفال وخصوصا مع عوده الجماهير. صحيح. يعني في جمهور دلوقتي، فالجمهور رايح سواء داخل الملعب او خارج الملعب عايز يستمتع، والاحتفال ده جزء من التابلو الفني اللي بيحصل في المباراه. نتمنى نشوف الاحتفالات الجميله واللي بتبسط الناس وبتعجب الجمهور، طبعا بالاضافه للشق الفني داخل الملعب، ده الاهم يعني. كلام جميل. بص هنتكلم عن كل الملفات وهنروح ونرجع فيها، خليني اروح معاك دلوقتي للدوري في العموم. وسؤالي الاتي، هل انت بتشوف الموسم ده مع كل اللي احنا عمالين نسمعه من تذبذبات في مستويات والاستقرار في بعض الانديه اللي اعتدنا ان هي عندها استقرار وبتحتل المراكز بمعظم الوقت الثانيه والثالثه، الوضع دلوقتي مختلف؟ الموسم ده احنا داخلينه بفرق بتطور بشكل كبير جدا رغم ان هي بعيده عن الثلاثي الاول، وفرق ثانيه مستواها بيهبط بشكل كبير، وفرق شركات بتصعد للدوري الممتاز او دوري النيل بالمسمى الجديد. يعني الشكل العام المستقر عليه بقى لنا او المستقرين عليه بقى لنا فتره طويله اختلف تحديدا الموسم ده، فده هل بتتوقع يسفر بنتيجه مختلفه في فكره الارقام والترتيب والنتائج؟ طيب خلينا نقول ان البدايه انا شايفها مبشره بشكل ما بعيدا عن المستوى الفني اجمالا لكل الفرق، لكن الفرق اللي قدرت ان هي ترتاح وتعمل معسكرات، ده موضوع يعني احنا ما شفناهاش من مواسم طويله. صحيح. الاهلي عمل معسكر خارجي، المصري عمل معسكر خارجي، وبيراميدز عمل معسكر خارجي، باقي الفرق طبعا عملت معسكرات داخليه او معسكرات مغلقه داخل مصر ولكن لمده طويله، ده سمح ليهم يعملوا استشفاء بشكل كبير، واللعيبه اللي كانت مرهقه ومجهده جدا بدات ترتاح. البدايات دايما مش بتكون افضل حاجه عند معظم الفرق وخصوصا الفرق اللي هي متوسطه المستوى، ولكن مع الموسم مع استمرار الموسم المستوى بتاعهم بيبدا يرتفع. يعني انا متوقع ان بعض الفرق هنشوف مستوى مغير تماما 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 خلال الفتره اللي جايه، من ضمنها انبي علشان عنده قاعده لاعبين جيده، بالرغم انه واحد من الفرق الثلاثه اللي اتمنع من القيد. لكن انبي معروف ان هو بيعتمد على الناشئين وعنده مجموعه ناشئين مميزين جدا، ابرزهم طبعا محمد حمدي واحمد نادر حواشي، الاثنين دول اسمين مميزين جدا 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 في نادي انبي، وهيتطوروا وهيضيفوا وهيعملوا اضافه قويه مع رفيق كابو واحمد امين اوفا وباقي اللاعبين واحمد خليل كالوشا. فريق فاركو هيتطور، البنك الاهلي اللي بدا بالرغم من الصفقات القويه اللي عملها لكن خساره في مباراتين، لا قادر لانه عنده مدير فني جيد جدا بابا فاسيلي، وعنده لاعبين برضو مميزين. احنا بنحلم بده، احنا عايزين لا يعني المنافسه عايزين ايه غير ان احنا نشوف المنافسه حتى حلوة. يعني حتى الفرق اللي هي اللي لسه صاعده زي البلديه والجونه بعيدا عن زد، لان زد واحد من فرقتين فقط اللي هم حققوا انتصارين. هو الجزء الحزين الوحيد بقى في المعادله دي او في الملف ده الانديه الجماهيريه، الله يفتح عليك، هي خلاص هو امر واقع، يعني هنفضل نتكلم تعيس. للاسف لابد من تغييره. لا التغيير تغيير ثقافات، يعني ليه ما يعني مش يعني هو في قرار طلع بيقول ان اي فريق في الدوري من الفرق اللي هي الهيئات او المؤسسات او الانديه الخاصه لابد انه يرعى فريق شعبي. خلاص هو القرار صدر، يرعى بمعنى الكل. ايه يرعاه ماديا؟ طب هو ينفع كده؟ يعني لا هو ما ينفعش كده طبعا.
هيبقى في اصطدام في قرارات المجلس مع السبونسر اللي هو جاي بيرعى، ما هي دي النقطه. لا ما هو في فرق اوريدي عملت ده، يعني زي فريق سيراميكا ما هو بيرعى فريق ديروت في الدرجه الثانيه، وبس الرعايه هنا مفيده لفريق زي ديروت. هو الرعايه الفرق درجه ثانيه مش في نفس لا 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 الفرق اقل يعني لحد الدرجه الرابعه. هي الفرق طبعا انت يعني كره القدم بيزنس، والبيزنس محتاج فلوس طبعا. فطول ما انا مش معايا فلوس مش هقدر انافس، مش هقدر اصعد. بس يعني هي فيها نقطه كويسه قوي انها تدي فرصه للاعبين مش قادره، يعني لاعب كوره في درجه ثانيه ودرجه ثالثه ودرجه رابعه مرتباتهم تبقى ضعيفه جدا. هو احسن من بلاش مفيش شك بالزبط. لكن ليس هكذا تدار الامور، يعني بالزبط. ما ينفعش نلم من بعض عشان ندعم الفريق الفلاني. لا بص هقول لحضرتك على حاجه، طب ليه انت من البدايه اصلا ما اتجهتش انك ترعى فريق جماهيري وتصعد بيه؟ ما احنا قلنا علشان هيحصل تضارب، ده على فكره عن لسان بعض الاشخاص اللي هم في مجالس اداره الانديه بتاعت الشركات. انا طرحت السؤال ده، الحل قال لك هيبقى في تضارب. الحل سهل. القرار الاخير لمين؟ للي بيضخ مال ولا للمالك او للرئيس بتاع النادي؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، هو هرجع واقول ان الحل سهل وبسيط. تطبيق دوري محترفين بحذافيره. دوري محترفين يعني انديه خاصه. كل نادي له ملعب، كل نادي له اداره مستقله. احنا ليه بنتفرج على الدوريات الاوروبيه، الدوري الانجليزي ودوري الابطال والدوري الالماني والدوري الفرنسي؟ ليه؟ علشان خاطر مستويات المستوى اللعبه نفسه مرتفع. ليه؟ علشان منظومه كامله عناصرها مرتفعه، بدايه من الاداره مرورا بالجهاز الفني ثم اللاعبين، صح؟ طيب ما هو ده اللي بيحصل. ايه اللي يخلي فرقتين، يعني هنروح مثلا في دوري ابطال افريقيا، مصر وتنزانيا هما الدولتين الوحيدين في الدوري الابطال اللي عندهم اثنين ممثلين، يعني من مصر الاهلي وبيراميدز، ومن تنزانيا سيمبا ويانج افريكانز. ليه؟ علشان الفرقتين دول فرق عندها قدرات ماليه جيده، وبتقدر تستقطب لاعبين سواء من داخل تنزانيا او من الدول الافريقيه المجاوره بارقام جيده جدا، وبتدي مرتبات كويسه، بالتالي بتقدر بتجيب لعيبه كويسه. طب انعكاسات ده بقى على ذكر تنزانيا، انعكاسات اللي انت تفضلت بذكره ده على ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني؟ لا ما هيبقى انعكاس قوي، يعني سيمبا واحد من الفرق يا جماعه، يعني اتمنى ان انتوا تشوفوا المباريات في الدوري التنزاني الجمهور بيعمل ازاي، وخصوصا الديربي او الكلاسيكو التنزاني بين سيمبا ويانج افريكانز، لدرجه ان في اي مباراه يعني لو مثلا سيمبا بيلاعب منافس من خارج تنزانيا بتلاقي الملعب اللون الاصفر والاخضر اللي هو اللون المميز موجود، بيشجعوا الفريق المنافس. الموضوع بينهم قوي جدا، بس في نفس الوقت بمنتهى الاحترام بمنتهى الادب وبالشياكه، يعني تبقى تلاقي الملعب كده في مباراه يانج افريكانز تلاقي اللون الاحمر كتير جدا. يعني لو الاهلي هيلاعب سيمبا هتلاقي جمهور يانج افريكانز بيشجع النادي الاهلي وبيروح يحضر المباريات دي وباعداد كبيره جدا. يعني انا تابعت الدوري التنزاني في فتره من الفترات مباريات 80,000 و90,000 في الملعب، ومش يعني مثلا يعني عزام يونايتد بيلعب. انت بتتكلم يانج افريكانز فريق تنزاني؟ لا بيروح يشجع. لا ثانيه عشان بس ما تلخبطش. اوكي يانج افريكانز تنزاني. نعم صح كده. يعني في ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني جماهير يانج افريكانز التنزانيه هتشجع كل مباراه للاهلي، وانا واثق من كلامي، كل مباراه الاهلي ضد سيمبا جمهور يانج افريكانز بيشجع النادي الاهلي والعكس. ايوه عشان دول الكومبيتيتورز. ماشي بس انا بتكلم على نزعه وطنيه يعني، فاهم؟ بس استغربتها يعني من الزاويه دي يعني. يعني هي مش موجوده قوي في الدول كتير. مش يعني بصي هقول لحضرتك على حاجه، كل الفرق في العالم لها مشجعين خاصين بيها. يعني لو رحنا في اوروبا بتلاقي فرق المدن نفسها او الفريق النادي، يعني لو هناخد مثلا فرنسا كمثال هتلاقي جمهور إمارة موناكو بيشجع موناكو، ما بيشجعش باريس ونانسي وميدز ولانس. جمهور لانس بيشجع لانس، جمهور ستراسبورغ بيشجع كذا، سوشو كليرمون فوت، أي فرقة لها جمهورها. طب. وده اللي بيعمل لهم الايمج. يعني طب. انا ببيع منتجاتي، عندي لعيبة بسوق، بنزل بعمل انتروديوس للعيب عندي انا لسه شاريه، مش هروح اجيب جمهور من منافس. طب. يعني طب. علشان كده في بعض الفرق المصريه، واعتقد انت هتفهموا كلامي، مش قادره تحقق بطولات عشان خاطر ما عندهاش الظهير الجماهيري القوي اللي يحاسب اللعيبه، اللي يخليها تبقى بتلعب فاينل وخايفه من الجمهور وعامله حساب. ده كره القدم اصلا معموله في الاول وفي الاخر ليه؟
بيزد على الجماهير والتشجيع والمتعه. لما انا بقى نادي ما عنديش، عندي لعيبه كويسه وبعمل رانكينج كويس بس انا ما عنديش جماهير تشجعني اصلا، فين المتعه؟ ما هو العامل الاساسي اصلا غايب. فيعني انتوا كاعلاميين، انتوا لو انتوا شغالين في قناه نادي من جماهيري مش هطلع بنقبض كويس بس ملهاش مين. يعني انا هخاطب مين؟ يا اما بقى هتوجه للترند والفرقعه والبومينج السلبي عشان خاطر ناس تطلع تهاجمني او تنتقدني عشان خاطر ابقى ترند او اطلع او اظهر عشان اعمل مشاهدات. انما لو انا ما عنديش ظهير جماهيري هطلع اخاطب مين بالظبط؟ هي دي النقطه. طيب قبل ما نسيب ملف الدوري بيبلغونا ان احنا هنسيب الحلقه كلها لان الوقت خلص، بس مش عارف الوقت بيجري يعني دقائق. الفرقه اللي انت اتكلمت عنها في الدوري اللي متوقع منها يعني اداء افضل وتغيير كمان في الرانكينج ان شاء الله في الترتيب، ايه تاني غير اللي انت ذكرتهم يعني غير البنك الاهلي وغير الاتحاد السكندري؟ هيفوق بشكل قوي. المصري واحد من الفرق اللي عملت انتقالات قويه جدا 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 بصراحه، يعني انا بتكلم بمنتهى الصراحه. في زد هيستمر لان كابتن مجدي عبد العاطي واحد من المدربين الواعدين وعمل تجربه كويسه اللي هي اسمها التجربه الشابه بقى، يعني اختيارات طبعا غير الفرقه كلها تقريبا ما عدا محمد سمير لاعب النادي الاهلي السابق. انا بقى ماتش الاهلي وزاد عايز احضره، ده الماتش الوحيد اللي انا عندي اصدقاء كتير جدا في زاد طبعا حبايبي والنادي الاهلي، فبعد من دلوقتي اقول لهم انسوا خالص انتوا بعيد قوي يعني طبعا هزار يعني، بس الماتش ده انا حابه ان انا اكون في الاستاد وقتها. ده يعني زاد عامل تجربه عموما بشكل كويس جدا يستحق عليهم التحيه في قطاعات الناشئين بالتحديد. يعني وبيفوزوا على فكره على فازوا علينا يعني في فريق 2005 في قطاع الناشئين وما بيشوفش خير لازم يعني دايما ده المنطق هو اللي لازم يكون هي دي خاص هي دي النواه اللي انت بتبني عليها، يعني هو ده مستقبلك طبعا. انت زي ما بيقولوا كده بدون مستقبل يعني خلاص انت بتعمل ايه؟ انت بتبني ده يعني طبعا. عاوز 10 سنين قدام انا عندي لاعب مثلا طبعا. والاهلي عمل ده يعني طبعا. الاهلي ما شاء الله يعني وكولر بدا يدي فرص زي ما بنقول، وده هينعكس علينا على فكره المستوى ده. يعني اتمنى من الله ان ده يحصل كمان، ان المستوى مع المنتخبات الوطنيه هيكون افضل بكتير من بقك لباب السما. لا ان شاء الله يعني اتمنى يبقى فيه انعكاس فعلا. انا يعني في ظهوري معاكم كنت بنتقد بعض الامور، ولكن انا شايف بادره امل بدات تلوح في الافق مع خروج بعض اللاعبين المصريين للاحتراف الخارجي، مع الاهتمام بالاهلي والزمالك ومن الاسماعيلي ومن بيراميدز لا بيراميدز ما بيهتمش بالناشئين قوي بصراحه. دي قلت مني انا. زد المقاولين كل الفرق دي اصبح عندها عناصر شابه وصغيره وواعده زي ما بيقولوا بروميسنج جدا، فتقدر تفيد المنتخبات المصريه في الفتره الاخيره. ومن خلال برنامجكم طبعا بوجه تهنئه لاعضاء الجهاز الفني المنتخب 2005 كابتن وائل رياض وكابتن عمرو وجهاز الفني 2008 كابتن كاس وكابتن اخويا الكبير كابتن احمد فوزي وكابتن عادل مصطفى كلهم ليهم التحيه، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وربنا يقدرهم ويخرجوا جيل قوي للكره المصريه ان شاء الله. عايز اقول لك يعني سريعا قبل ما نختم، لما كان في تورنمنتس وكانت اللي هي يعني كانت بطوله ذات كمان والاهلي تحت 17 سنه شاركوا فيها والاهلي فاز الحمد لله بهذه البطوله. عايز اقول لك كان في من فرق اوروبيه كذا فريق، كان ثلاث فرق تحديدا باناثينايكوس وغيرهم. لما كنت بعمل لقاءات وهناك كان في لقاءات مختلفه بتتفرج عليها حتى هناك كنا بنسالهم على الفرقه المصريه سواء زاد او الاهلي، كانوا بيشكروا جدا جدا في تحديدا كمان لو هتكلم الفرقه بتاعتنا. انت عندك بجد كوادر تقول لك او تطمنك ان اللي جاي ان شاء الله حلو جدا، انت ممكن في المستقبل ما تبقاش اصلا بتعتمد على انك تجيب صفقات. فالكلام ده كلام واقعي وعلى الارض، يعني اللي بيتابع طبعا الماتشات المختلفه للناشئين عندنا والدورات اللي بتحصل. فانا من الناس اللي انبسطت جدا ان انا اسمع حاجه زي كده. حلو جدا. انت بتتكلم عن كره اوروبيه ودول بقى برضو ناشئين وبياخدوا كل الاهتمام والدعم، لكن هم بيتكلموا كده عندنا وما مش حد انت عارف هم ما بيجاملوش يعني الناس بتتكلم بصراحه. فانا انبسطت ان انا اسمع كده، اداك امل ان اللي جاي هيكون افضل بكتير كمان. يعني لا انا عايز من حضراتكم حاجه احسن بقى، عاوزين نغير ثقافه الكلام عن اللاعب الناشئ او اللاعب اللي هو الصغير في السن. بمعنى ايه؟ الفكره كلها مش ان انا احقق البطولات وان انا ابقى رقم واحد في الرانكينج في الجدول. الفكره ان زي ما استاذنا هوانده قالت
انا هطلع عدد قد ايه للفريق الاول بتاعي وهخرج اعارات وهفيد باقي الفرق بقد ايه وهبيع كام. عاوزين نغير الثقافه دي يا ريت، يعني ده ممكن حضراتكم تشتغل عليه افضل من اي حد. نغيرها الى ايه بقى؟ اللي هي فكره المنافسه وخلق او يعني تربيه لاعب ناشئ، عمليه اخراج لاعب كبير. اللاعب ما ممكن يكون عندي لاعب موهوب جدا 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 بس فرقته مش قادره تحقق نتائج جيده، فاخسف بيه الارض وادمره بمجرد فكره اصله احتل المركز الثاني، اصله احتل المركز الخامس، مش لازم الاول بس. انت محتاج كمان تغير رؤيه حتى الجمهور. ما انا بتكلم في ده، انتوا ده دوركم. اللي هي فكره يا جماعه البطولات بتاعه الناشئين اتعملت عشان تطلع لاعب ناشئ مش عشان اكسبها بس، مش مجرد ان انا طبعاً بدخل طبعاً. طبعا النادي الاهلي او الفرقه الكبيره بتخش اي بطوله، لو يعني زي ما كنا بنقول في الشارع لو داخل بطوله بيلي لازم يكسبها. هي الجمهور اتعود من النادي الاهلي انه بيشارك في اي بطوله مهما كان المنافس عاوزه يكسب. اوكي بس نبقى فاهمين الامور بتدار ازاي. يعني فرقه زي 2005 طلعت للنادي الاهلي لعيبه كويسه جدا، زعلوك وكباكا والدبيس واللاعب عبد الله بستانجي اللي راح اعاره لفريق سموحه، فرقه 2003، فرقه 2001 اللي هي خرج منها احمد نبيل كوكا. لا انت عندك هو ده المكسب الحقيقي، انك يكون عندك 5-6 من اللاعبين الناشئين من ابنائك بيتم تصعيدهم. هي اصلا المقياس ان انا اقول ان قاعده الناشئين هنا ناجحه ان انا بصعد كام واحد للفريق الاول، مش قصه انا بعمل ايه، انا صعدت كام بطوله. يعني هي فكره ما انا ممكن اخد البطولات كلها وما استغلش ده في الفريق الاول، يبقى ملهاش اي حاجه. بلس ان في هنرجع لنفس النقطه، في فرق كتير للاسف لسه ماشيه في عمليه التسنين والتلاعب علشان مجرد انها تكسب وتحقق نتائج افضل. وتلاقي يعني في مرحله ما مثلا سي 2003 بتلاقي منتخب 2003 ده ما فيهوش ولا لاعب من الفريق اللي حقق البطوله بتاعت المرحله العمريه دي. ليه؟ علشان هو مع يا اما مسنن يا اما في امور تانية. مش ولسه موضوع التسنين ده عايش. انا تخيلت ده عايش جدا. تخيلت الموضوع ده اندثر من زمان. لا انا ممكن ابعت لك انا بيني وبينك شويه صور. لا بالعكس يعني ونفسي على الصعيد الثاني كمان نبطل نتكلم ده على مواليد 2008 ده اكبر مني. في لاعب يبقى عنده 22 سنه وبيطلق عليه لسه ناشئ، ما دي برده نقطه ثانيه. يعني 22 ناشئ ازاي؟ انا نفسي افهم بصراحه. بتلاقي في الاستفتاءات والتصويتات يعني جايزه افضل ناشئ للاعب عنده 25 سنه. يا حبيبي ده كبير قوي. يعني ده ممكن سنتين حد يعتزل مكانه. احنا لسه بنتفرج يعني على بيلينجهام مع ريال مدريد امبارح بيعمل حاجات مش طبيعيه، وده بيلعب من هو عنده 16 سنه. شوف كل اللي اتقال كوب وكلمه ان التسنين لسه موجود لغايه يومنا هذا، ده ما يطمنكش ابدا. لا ده لسه في قاره افريقيا، يعني في حاجات الواحد بيشوف حاجات جميله قوي يعني. صحيح عندك حق. على كل الاحوال احنا انبسطنا جدا بوجودك معانا النهارده، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نسعد بقى معاك الفتره اللي جايه بكلام عن انجازات جديده حققها لعيبه النادي ان شاء الله. يعني ان شاء الله واتمنى التوفيق للنادي الاهلي والجميع الفرق المصريه اللي بتشارك في بطولات افريقيا ان شاء الله. وللمنتخب يعني احنا عندنا جيل خلاص وصل باريس، يا رب يا رب يحققوا ميداليه اولمبيه في لعبه كره القدم. احنا كنا قريبين من الموضوع ده أكثر من مرة ولكن ما حلفناش الحظ، يمكن تظبط المرة دي في باريس يعني. يا أبو سهل نتمنى ذلك. شكرا لك يعني جدا يا كريم. شكرك يا كريم برضو. شكرا حضراتكم أكيد على متابعتنا. نشوفكم إن شاء الله. يعني مالي نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. مع السلامة.